مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الاحتراف. طبعا الوصول إلى المستحيل شيء مش صعب، ولكن النهاردة معايا النهاردة شخص عزيز عليا قوي وبحبه جدا، وشخص أنا النهاردة بقول بيصنع المعجزات. وفعلا كان في طريق مستحيل كان ماشي فيه إن هو حد يقدر يوصل له، ولكن بطموحه بمجهوداته تحدى كل الجميع. محمد رمضان، انا بقول الاستاذ محمد رمضان، اقول شركه جو ميديا، استاذ محمد رمضان اخ وصديق وفعلا صاحب جدع قوي وشخصيه جدعه جدا، وفعلا ابن بلد وابن اصول، وقف مع كل واحد كان محتاج حاجه علشان يمكن يطلع يوصل الى القمه او يوصل الى الطريق الصح. محمد رمضان ممكن احط عليه كتاب واساطير واتكلم عن شخصيته وجدعنته وابن البلد، ان الاستاذ محمد رمضان فعلا هذا الشخص صنع من طريق المستحيل الى طريق الجنه في قناه الصحه والجمال. طريقه بدا كان، انا بصراحه كنت موجود في احدى القنوات بدون اسم الشخص او بدون القناه، ولكن بدا حياته فعلا من الصغر، والنهارده وصل للعالميه، وصل لطموحاته، وصل لطريقته، وصل بفضل ربنا سبحانه وتعالى والثقه في ان نجاح. وبقول نمبر 1 للاستاذ محمد رمضان، نورتنا وشرفتنا صديقي العزيز. حبيبي عطيه، شكرا على الكلام الجميل، الكلام كبير، ما مش عارف اعلق بعديه. لا انا اقل من كده بكتير، معلش يعني، وابسط من كده بكتير. الموضوع ببساطه، انا بحب شغلي، بحب او الخصها، كل واحد مننا عنده في شغله حاجات معينة لو ساعد بها حد كتير منها يستفيد. حتة ان وقفت مع ناس كتيرة والكلام ده كله، انا ما بحسبهاش كده خالص، او بشوفها كده، او بحط في الاعتبار ان انا بساعد حد عشان حد يجي يقول انا بساعدك او بساعدكش. لا، انا بحب شغلي، بحب شغلي يطلع بشكل كويس. لما ممكن احيانا حد عنده قصور في شغله او عنده حاجات ناقصاه، ان كان مذيع او ان كان حاجة، او ان كان في شغلنا عامه عنده قصور في حاجه، انا بتجرأ شويه اقول له خلي بالك انت عندك قصور في الشيء الفلاني، اشتغل بالطريقه الفلانيه، اعمل كذا اعمل كذا. حتى لو احيانا في بعض الاحيان في ناس ما بتتقبلش الكلام، لكن كنت عادي، من الموضوع مش فارق معايا، لا بساعد وبنصح. لحد ما مع الوقت الثقه بقت موجوده ما بيني وما بين معظم اللي يعرفوني، فحتى في الكلام بقوا ياخدوا الكلام بنصيحه فعلا. نسبة تنفيذه بقت أكتر من الأول بكتير، أو نسبة، أنا بتكلم على البرامج، مش بتكلم على حاجة تانية غير أكيد طبعا شغل أنا كبرامج وإنتاج برامج والكلام ده كله. ولكن أنت بدأت أصلا من الصغر، من بدأت من أول السلم، النهارده وصلت للعالمية، وصلت للقمة. لا ما وصلتش للعالمية ولا حاجة. لا والله، لا اللي عملته النهارده في طفرة حقيقية يا أستاذ محمد بجد في قناة الصحة والجمال. مش لوحدي والله، ما لوحدي برضه، عشان برضه اقولها في كل برنامج، مش لوحدي. لا طبعا في فريق عمل معاك، مفيش شخص مش موجود في القناه ما ساعدش في اللي تم، مفيش شخص من الموجودين في القناه ما ساعدش، من اداره ومن فنيين ومن حتى البرامج ومقدمين البرامج والمذيعين كانوا متعاونين جدا ومساعدين. انا عايز اقول لك من اكبر واحد لاصغر واحد موجود في القناه ساعد وشال بايده وحط بايده، وفي اللي دهن وفي اللي شال حاجات وفي اللي عمل حاجات. فالموضوع كله ما يختصرش في محمد رمضان او في جو ميديا، الموضوع كله باختصار ان احنا كيان، والكيان ده واحد، كلنا بنتكلم ان احنا نكون افضل، كلنا بنساعد ان احنا نكون شكلنا احسن، كلنا بنساعد ان احنا نقدم حاجه شكلها كويس، والحمد لله كنا موفقين في ده بتوفيق ربنا الحمد لله. وشكرا على الكلام الجميل. لا والله انا بجد، انا على فكره يا جماعه، بس الناس ما يقولش محمد عطيه بالطبل لمحمد رمضان، لا لا عشان لا هو لا البرنامج لا تحت رعايه جو ميديا. لا والله بالعكس، لا لا تماما لا. انا ليا فخر وليا شرف ان انا كنت تحت، يعتبر اقول مش هقول بقى كلام بقى المعتاد، لكن اقول من احد فريق جو ميديا، عشان ما اكون واضح معاك. وده برنامج دون الاحتراف تحت رعايه جو ميديا، وده اهم حاجه عندنا. انت عطيه اضافه لاي حد واضافه لاي مكان، وده يسعدني ويشرفني ان انت تكون موجود في جو ميديا، واحدى البرامج اللي موجوده في جو ميديا، ومن اشطر البرامج اللي موجوده عندي، وده شيء يسعدني ويشرفني. وانت اضافه لاي حد، وانت شاطر وشاطر في مجالك، وانت عارف انت بتعمل ايه. انا ما بتدخلش كتير جدا في برنامجك الا ملاحظات معينه او خطوط عريضه معينه بنتكلم فيها، وحتى ان كان دنيا الاحتراف الحمد لله في المرحله دي مؤدي الغرض المطلوب منه وناجح بشكل كويس الحمد لله. ده مجهودك ومجهود فريق العمل اللي طبعا بنفسك يا استاذ محمد، انت ومحمد الملك وتامر وكل فريق العمل، لكل على قائمين على قناه الصحه وجمال وجد والله.
انا ماشي هنخش، ولكن انا بس اقول لك كلمه عشان اكون واضح معاك. النهارده كان نهايه موسم بعد 18 حلقه او 16 حلقه في برنامج دوني الاحتراف، المولود اللي كبر على ايدك. الله يخليك. انا بتكلم بصراحه كبر يعني كبر بمجهوده، كبر بمجهودك، وكبر بمجهود فريق العمل اللي معاه. انا مجرد ان انا بعمل اللي محتاجه البرنامج مش اكتر. ده مجهودك ومجهود ما ينفعش انا اخده منك، لا انت بازل فيه مجهود كبير، ليك الاحق بيه، فريق العمل اللي موجود فيه ليه احق بيه، اذا كنت انا بساعد او بساند فيا دوبك انا بساعد لحبي للشغل، لكن ده مجهودك لازم يكون طول عمر مجهودك. برنامج دنيا الاحتراف بتاع محمد عطيه وهيفضل بتاع محمد عطيه. وبرضك يعني برضك يا جماعه عشان اكون واضح، لا والله عشان محمد رمضان هو الاساس. والله العظيم يا جماعه حبيبي، والله بجد يعني والله ما بعرف عشان بس الناس بتجهز لحاجه. احنا بس عندنا بطوله او هنشوف تقريب بسيط جدا، عشان في ناس النهارده كلمتنا وقالت لنا شباب صغير، شباب صغير بيقول لك بالنسبه للفيروس كورونا، شباب صغير عاملين اغنيه للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه والشعب المصري. نشوف التقرير ونشوف الاطفال قالت ايه لتحيا مصر ولجمهوريه مصر العربيه. نشوف. Hello, I'm Adam Tamawi. If you love Egypt, stay at home. Support Abdel Fattah el-Sisi. Goodbye. If you love Egypt, stay at home. Support Abdel Fattah el-Sisi. Goodbye. شفت الاطفال الصغيرين عاملين ايه للشعب المصري وكلهم بيقولوا خليك في البيت؟ ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم، ومبادره جميله جدا، وان شاء الله باذن الله. انا عجبني جدا ان الشعب المصري حتى متعاون في الازمه. طبعا احنا عملنا حمله وقلنا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فعلا بجد عدل عليه، والحكومه المصريه عدل عليه من ناحيه الوعي والثقافه للشعب وفي نفس الوقت توعيه. حتى الاطفال الصغيرين عاوزين يعملوا مبادره، وفعلا النهارده جات لنا رسائل وجات لنا حاجات على عبر الواتساب. احييك على المبادره واحييك على وهتحصد ثمارها، وان شاء الله باذن الله هي ازمه وهتعدي. تحيه للرئاسه سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحيه للجيش، تحيه للشرطه، تحيه للجيش الابيض، وزاره طبعا. الصحه بالاطباء، بكل عامل في وزاره الصحه اللي واقف واقفه تحسب له، واحنا كمصريين ما بننساش اللي وقف وقت الازمات معانا. تحسب لهم الجيش الابيض، وزاره الصحه، بالاطباء، بالممرضين، باي عامل موجود في وزاره الصحه في مواجهه المرض اللعين كوفيد 19. يلا بقى نخش بقى نقول صوره وتعليق. صوره وتعليق. طبعا انا عارف، طبعا كنت في احدى برامج وهنا في قناه الصحه والجمال، يعتبر كان في بعض المناظرات وبعض الكلام، ولكن معانا مكالمه تليفونيه مهمه جدا. طبعا صديقنا العزيز الكابتن شريف فاروق. انتيمي. الله الله. كابتن مصر استاذنا الكبير. الو، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك، اهلا بيك، شرفتنا ونورتنا في برنامجك دنيا الاحتراف. ازيك يا استاذ شريف، عامل ايه يا كابتن شريف؟ يا انتيمي يا زميلي اللي بنطلع مع بعضين. ومقدم برنامج يا جماعه بدون اهداف، وراجل زملكاوي صميم، وصديقنا وحبيبنا الزملكاويه. انت واخد بالك من الكلام يا كابتن شريف؟ منورين الشاشه وربنا يوفقكم بالتقدم دايما ان شاء الله يا رب العالمين. خليه. احنا طبعا هقول بقى حاجه كده بسيطه جدا وخدتها من معاليك في لقائك مع الاستاذ محمد رمضان، ولكن بصوره اخرى. صوره وتعليق، وحضرتك لازم تكون موجود معانا طول الوقت. نبص افهم بس ان الموضوع لا. كابتن شريف استنى لا 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 عشان بس ابقى مرتب امور. يعني انت جايب الشفت كابتن شريف معاك في صفك؟ يا كابتن شريف دي شهاده حق ولا ايه؟ نعم، دي شهاده حق ولا ايه؟ حضرتك انت موجود معانا على الهواء. محمد رمضان طبعا لازم يقول شهاده حق. خلي بالك هو جاي عليك قوي على فكره. مش مشكله، انا بقول لك اتنين على واحد، بقول لك كده اتنين على واحد. المهم يلا يا جماعه نخش بقى على اول صوره. صوره وتعليق. احمد فتحي. احمد فتحي
انا اللي هقول ولا كابتن شريف؟ لا طبعا انت الاول طبعا. بس كابتن احمد فتحي كابتن النادي الاهلي، كابتن منتخب مصر، ربنا يوفقه ورايح بيراميدز. انا كواحد من جماهير النادي الاهلي بحبه جدا، ربنا يوفقه في اللي جاي. ادى النادي الاهلي كتير، ادى منتخب مصر كتير جدا، من حقه يشوف طريقه، ومن حقه طالما ما بخلش بنقطه عرق في الملعب ان كان النادي الاهلي او منتخب مصر، ده شيء يفرحنا جدا. ان هو يمشي من النادي الاهلي ويروح بيراميدز ده شيء يحسب له، قراره ادعمه فيه، لان ده حقه. اخر سنتين في حياته ممكن يلعبهم، من حقه يامن مستقبله، بالرغم ان انا عارف ان الموضوع ما كانش مادي، الموضوع كان بالنسبه له بعدد مشاركات المباريات علشان يضمن التواجد في منتخب مصر اذا كان في بطوله افريقيا او في كاس العالم. حصل كلام كتير ولغط كتير على موضوع التجديد مع النادي الاهلي او هيروح بيراميدز، لا بيراميدز رفض، لا معرفش مين اتدخل في الموضوع، وكلام كتير وكلام كتير. لكن الملخص بتاع الموضوع، انا لو انا كمشجع النادي الاهلي بقول له شكرا جدا، ربنا يوفقك في اللي جاي، ما لومكش في اي حاجه، ما غلطكش في اي حاجه، انت واخد قرار من حقك تاخده، ما قصرتش وانت في الملعب، وما قصرتش وانت لابس تيشيرت النادي الاهلي، وما قصرتش وانت لابس تيشيرت منتخب مصر، فاكيد القرار اللي انت واخده محدش هيلومك عليه، لان دي مفاوضات، وكانت مفاوضات راقيه جدا، ما حصلش فيها اي خلاف او حصل فيها اي مشاكل، والتراضي خالص. انت رحت نادي بيراميدز، ربنا يوفقك، وانا هكون بشجعك برضو كاحمد فتحي، مش بشجعك كنادي بيراميدز. يا استاذ شريف. ايوه يا فندم. ايه رايك في كلام استاذ محمد رمضان؟ طبعا كلام موزون، بس بقول للاستاذ محمد رمضان يا ريت يجيب الحلقه بتاعتنا ويشوف كلامي كان عن احمد فتحي كان ايه. لا حضرتك برضك انت معايا على الهوا دلوقتي. يومها الاستاذ محمد رمضان قال محمد احمد فتحي خبط دماغه في الحيط. لا 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 ما قلتش خبط دماغه في الحيط. لا استنى بس يا استاذ محمد الكلام ده، انا ما بقولش حد يخبط دماغه في الحيط. ايه ده ينفع كده؟ ما بقولهاش. بقول ايه؟ كان في الوقت ده كانوا عاملين حلقه، فجت صوره الكابتن احمد فتحي، ففي الوقت ده كان في الازمه اللي هي التويته بتاعت سياده المستشار آل الشيخ دلوقتي بيخبط الباب بتلت السعر ومش بتلت السعر، البوست الشهير. فقلت كابتن احمد فتحي في موقف لا يحسد عليه. لا يحسد عليه، ماشي، ما هي نفس المعنى. لا لا مش نفس المعنى، انا لان كان ساعتها كان بيدار في الاعلام وبيدار على السوشيال ميديا وبيدار في كلام تويتات برضه. استاذ مستشار تركي آل الشيخ ما بيكتبش تويته وخلاص، لا ده تويته وراها معاني ومعاني ومعاني، ده في برامج حللتها. تمام. فمعنى ان تويته تتكتب بالشكل ده، لكن احنا ميديا. يا استاذ محمد معاك، احنا كنا سباقين. ان انا ساعتها قلت لك ايه؟ هيروح بيراميدز. احمد فتحي بيراميدز. لا بس انت او في الزمالك. او في الزمالك. او في الزمالك. تمام. حتى انا سالتك سؤال. طب خليني اكمل بس الكلام اللي انا قلته، اللي انت بتقول لي ارجع بالذاكره. فقلت له من وجهه نظري كابتن احمد فتحي لو اللي بيشاع في الاعلام قال له بيدار دلوقتي من خلف الكواليس موجود، يبقى الكابتن احمد فتحي في موقف لا يحسد عليه، لان نادي خلص اتفاقات مع النادي الاهلي، قال لهم اديني مهله 48 ساعه، خلال ال 48 ساعه رد قال لهم انا مش مكمل. تمام. انا رايح بيراميدز، ولا هو اعلن ولا بيراميدز اعلن كان لحد هذه اللحظه. فجت التويته دي نزلت، بدا الكلام يشاع ان بيراميدز رفض الكابتن احمد فتحي. من مين اصلا التليفون جه؟ من مين؟ وانت جايب التليفون اصلا من تركي آل الشيخ؟ تركي آل الشيخ اصلا مع مين؟ خليني طيب، ولا انا غلطان يا كابتن فاروق؟ خليني عشان ما اخشش فرعيات، عشان ما اخش فرعيات، انا خليني في الخطوط العريضه اللي هي خلتني اقول الكابتن احمد فتحي في موقف لا يحسد عليه. واحد، انها مفاوضات بشكل شيك جدا. ولا يخبط راسه في الحيط. لا ما قلتش كده. قال كده ولا لا؟ لا ما قلتش كده. لا. كابتن شريف. كابتن شريف قال كده ولا لا؟ لا ما انا ما اقدرش عن الاستاذ محمد، هو قال بس. انا قلت يخبط دماغه في الحيط. لا نرجع للحلقه، نرجع للحلقه ونتراهن. على راي كابتن رضا عبد العال نتراهن. انا عمري ما اقول يخبط دماغه في الحيط. طيب لا انا قلت هو في موقف لا يحسد عليه. على فكره مش والله مش عليك، احنا الاثنين احنا معاك اهو. واضح. ايوه تمام. انا قلت هو في موقف لا يحسد عليه، لعيب خلص مفاوضات بشاكه جدا مع النادي الاهلي، قال لهم شكرا انا مش هكمل، انا رايح بيراميدز. راح بيراميدز تلاقي الباب مقفول، فهو هيروح فين قدامه دلوقتي؟ يا اما يرجع الاهلي، يا اما يروح الزمالك، يا اما يحترف بره. وبالموقف ده هيخسر شعبيه كبيره جدا. فانا بقول هو في موقف لا يحسد عليه. اما الراجل اصلا لكن القرار منتخب مصر. ايوه ما انا بقول لك اهو، لكن هو يتباع كده، يتباع كده بسهوله كده من الاهلي؟ ما تباعش. مين الاهلي؟ حرام عليكم والله بجد. مين الاهلي؟ لا لا اداره الاهلي الاهلي. سؤال يا كابتن محمد عطيه، عشان برضه الكلام لميزان وحسام. يا كابتن محمد، الكلام لميزان وحسام. يا كابتن محمد، كابتن احمد فتحي النادي الاهلي قال له انا مستغني عنك؟
لا ولكن انت راجل اهو عرض وطلب النهارده. انا عندي النهارده شوف النهارده تاريخ قد ايه، وشايف انت عملت النهارده انجازات قد ايه، ونادي الاهلي حتى مستخسر. ايوه حتى انا بسالك مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك مستخسر؟ هل النادي الاهلي؟ حرام والله العظيم بجد يعني بجد صارف. اداره بامانه غلط. بعد اذنك اديني فرصه للكلام. تمام كده. النادي الاهلي قعد في مفاوضات مع الكابتن احمد فتحي على الترابيزه، والمفاوضات نادي الشوق. انا عارف نادي الشوق وكيل بعيدا خليني اتكلم برضو في الخطوط العريضه، مش هخش في تفاصيل. هل تمت مفاوضات مع الكابتن احمد فتحي على ترابيزه في النادي الاهلي ولا ما تمتش؟ يا كابتن لا رد عليا. لا هو ده ما قدرش يرد اصلا، وكابتن موجود معاك يا كابتن شريف. هل تمت مفاوضات؟ بص يا كابتن محمد، اتفضل. ما تناقشش الاستاذ محمد رمضان على فكره. عمرك ما تطلع ان هو غلط. ازاي اصلا وهو لسه كان قايل اضرب راسك في الحيط؟ ما قلتش كده يعني، لسه بتقول اهو. لا 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 ما قلتش كده. لا ما ينفعش اقول كده، وعمري ما اقول كده، وما قلتش كده. ويا ريت نرجع للحلقه ونجيب، لو الحلقه موجوده يا شباب يا ريت نجيبها. استنى يا استاذ محمد، التويتات ساعتها كانت بتقول ايه؟ الايه؟ التويتات اللي كانت في التويتايه بيقول دلوقتي الباب اتقفل وراجع يخبط الباب، تبدا المفاوضات بتلت الثمن. لا دي تويتة اسمه ايه ده بتاع الشيخ. ايوه صح، التويتة اللي كان كاتبها صحفي معين على النت. كان كاتب ايه؟ احمد فتحي وضع نفسه في موقف اللي انت قلتها دي ودماغه في الحيط. ده مش انا بقى، قرينا التويتة زي ما هي. لا 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 لا، هنخلي فريق العمل يجيبها دلوقتي. انا ما قلتش كده، انا قلت الكابتن احمد فتحي في موقف لا يحسد عليه، وهو فعلا كان في الوقت ده. لو الامور لا يا كابتن محمد، عمره ما كان احمد فتحي في موقف لا يحسد عليه. انا بتكلم في الفتره اللي احنا طلعنا بقى في الحلقه يا كابتن شريف. وساعتها انا قلت لك برضه، يعني انا قلت لك في موقف لا يحسد، موقفه قوي جدا، موقفه سليم جدا، موقفه لو ما خدوش بيراميدز هياخدوا الزمالك. خلينا طب ناخد الخطوط العريضه. هو جاب لي صوره الكابتن احمد فتحي. كابتن فتحي دلوقتي لاعب في نادي بيراميدز، لاعب دولي في نادي بيراميدز. هل انتقاله لنادي المغزى من الصوره؟ مش انت جايب لي الصوره عايز تقول لي الكابتن احمد فتحي بتشيرت النادي الاهلي اهو، كأنا مشجع اهلاوي، انتقاله لنادي بيراميدز عايز تقول له ايه؟ انا وهي صوره وتعليق، صوره وتعليق. ما انا بعلق، قلت لك ربنا يوفقه في اللي جاي. طب الاستاذ شريف برضك علق على كلامك. لا انت دخلتوني في حته ثانيه، انت بتقولوا له كلام انا ما قلتوش. هو الراجل قال حاجه غلط يا كابتن؟ هو بتقولوا له كلام انا ما قلتوش. كابتن احمد فتحي، كابتن النادي يا كابتن شريف، قول حاجه. كابتن شريف منتخب مصر ادى للنادي الاهلي وادى المنتخب مصر قاعد على طاوله مفاوضات في النادي الاهلي بشياكه جدا، والموضوع خلص جدا، راح لنادي بيراميدز عشان يضمن تواجده في منتخب مصر. اوفقه واقول له شكرا على السنوات اللي انت كنت بتقضيها في النادي الاهلي، اديت وما بخلتش، ومفيش حد ادى للنادي الاهلي في مركزك ده في السنين الاخيره او في اي نادي او لمنتخب مصر الجهد اللي انت اديته له. حقك تروح النادي اللي انت عايزه بقرارك عشان تامن مستقبلك في السنتين اللي جايين. النادي الاهلي كان نفسه ان انت تكمل فيه، لكن انت يعني ربنا وفقك في نادي بيراميدز، وانا هشجعك انت كاحمد فتحي، مش هشجع نادي بيراميدز. طب استاذ شريف، استاذ شريف خليك معانا برضك، ومعانا صوره ثانيه يا استاذ محمد رمضان. الله الله، ايه رايك بقى يا استاذ شريف؟ ولكن اسمع التعليق الاول من الاستاذ محمد رمضان. طيب علشان برضه اكون منصف في الكلام، كابتن حمدي النجاز اللاعب في نادي الزمالك سابقا وحصلت مشاكل، ساب النادي خرج، حصل خلافات في اواضي تقريبا المحكمه الدوليه او الفيفا حكمت بغرامه على نادي الزمالك، في كلام كتير انا ما اعرفش كواليسه، ما اعرفش حقيقه، الحقيقه فين، الدنيا ايه، ولكن انا كلاعب محترف في نادي الزمالك كان نفسي يكمل، كان حتى نفسي حتى لما يمشي كلاعب محترف عارف اليات الاحتراف يعني ايه، ما كانش يمشي بالطريقه اللي مشي بيها. انت كاتب عقود مع نادي الزمالك، المفروض حتى لما تيجي تمشي تفسخ العقود دي بشياكه وبهدوء خالص. مين اللي غلطان، نادي الزمالك ولا هو؟ لا هو طبعا. استاذ شريف الكلام ده صح ولا غلط؟ انا يعني تعليق واحد بس على حمدي النجاز، هو احسن تعليق قاله كابتن فاروق جعفر في حلقه من الحلقات اللي كان في احدى البرامج، قال لك ايه؟ لا يصلح ان يكون لاعب كره سله. تمام. لاعب كرة سلة فاشل، يعني جسمه يدي لاعب كرة سلة، وهيبقى لاعب كرة سلة فاشل. فأنا على المستوى الشخصي فرحت جدا، يعني حازم إمام مستواه مش قوي دلوقتي في الوقت الحالي، بس يعني وجوده في الملعب أحسن من حمدي النجاز. تمام. لو احنا افتكرنا تاريخ حمدي النجاز في الزمالك اللي ما كملش سنة، أغلبية الأجوان اللي جت في فرقة نادي الزمالك كانت من الجهة بتاعته. ما ننساش اسمه ماتش الاهلي والزمالك لما شمسه مرتين وحط جول.
صح انا عارف. فده أنا عارف. يعني انا مش عارف يعني الجماهير عندها ذاكره عامله زي ذاكره السمك. ده لاعب قسما بالله ما يسوى 100,000 مش الملايين اللي كانت بتدفع فيه. يعني انت متفق مع استاذ محمد رمضان؟ طبعا. خلي بالك احنا 1-0 1-0 ليك عشان الموضوع بمين؟ احمد فتحي. نخش على الصوره اللي بعديه. يلا. كابتن طارق حامد النجم بقى. ايه رايك يا استاذ محمد؟ من الاول؟ طبعا. بص كابتن طارق حامد، انا لو هقيم كلاعب مصري، مش كلاعب موجود في الدوري. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم احمد فتحي مع طارق حامد. طب خليني اتكلم انا. تمام. انا في بعد على طارق حامد. لا لا الاول طارق الاول طارق حامد الاول. طارق حامد طيب خلوني طارق حامد. بص لو هقيم كابتن طارق حامد من لاعب نص ملعب مدافع، لو هقيم كلاعب مصري هو اقوى لاعب مصري موجود في الدوري المصري كوسط مدافع. لكن لو هقول في الدوري المصري اقوى لاعب خط وسط مدافع في الدوري المصري هقول اليو ديانج. تمام كده. لكن طارق حامد فيه مميزات تانية كتير. هو من اكتر اللعيبه في مصر عندها حماس، من اكتر اللعيبه في مصر عندها روح، عارف قيمه تيشيرت نادي الزمالك اللي لابسه. هو ممكن يكون عنيف شويه في تدخلاته والكلام ده كله، بس ده ما يمنعش ان هو لعيب. هو احمد فتحي بذمتك في بالنسبه للكوره وبالنسبه للمداخلات في الكوره في الملعب في ارضيه الملعب، لما نجيب الصورتين هنقارن ما بين الاثنين. يعني عشان بس اكون واضح معاك، يعني احنا بنتكلم بقى نجيب يعني الصورتين تمام. هقول لك ما بين الاثنين. فكابتن طارق حامد شايل فرقه نادي الزمالك، غيابه لما بيكون في الفرقه بيؤثر، ودي علامه استفهام بالنسبه لي عند نادي الزمالك. ازاي لما لاعب بيتشال من فرقه بيأثر، بالرغم ان النادي الاهلي برضو كان عندي ليه علامه استفهام بس مش موجوده حاليا. لما تشال عبد الله السعيد خدنا فتره طويله جدا لما عوضنا غيابه علشان بس ما نكونش اهلي وزمالك. لكن كابتن طارق حامد عمود من اعمده منتخب مصر، عمود من اعمده النادي الزمالك. حرص عليه، اتمنى ان هو يكون حريص شويه او يكون لعبه ايجابي شويه بدون عنف علشان احنا محتاجينه في المنتخب. لكن لعيب قيمه كبيره بيفيد نادي الزمالك وبيفيد منتخب مصر، ومن ضمن اللعيبه اللي كنت اتمنى يكون موجود في النادي الاهلي. استاذ كابتن شريف. نعم يا كابتن. ايه رايك في التعليق؟ انا بيفكرني الاستاذ محمد رمضان بالمخرج محمد نصر الدين. كان في سنه من السنين الزمالك فاز ببطوله بره مصر. وراح عشان يحتفل بنادي الزمالك، جاب في النهائي الزمالك فاز، والمفروض كانوا تيجي مصر يوم في عيد وعملها، والله عملوها الرجاله وحاجات زي كده. فراح جايب اهداف النادي الاهلي في ماتش اتهزم فيه الاهلي. نسي يعني من حبه في الاهلي، اللي بيقول لك انا محايد، من حبه في الاهلي يعني احنا جايبين لاعب من الزمالك. ايوه مش فاهم تقصد ده يا كابتن شريف. ما ثواني، ما انا احنا جايبين لاعب من الزمالك. ايه اللي دخل اليو ديانج ولا اليو مش عارف ايه بتاع الاهلي وتقارن طارق حامد؟ ما تقارنش باليو ديانج ده. ايه يعني انا هو اللي قال على فكره مش انا. لا هو الاستاذ محمد لال. ايوه بص يا كابتن شريف، دي نمره. استنى يا استاذ كابتن محمد شريف. دي نمره واحد يا كابتن شريف. نمره اتنين معاه ان انت بتقول هو تدخلاته عنيفه شويه. طب لاعب الاهلي اللي سبب في اعتزال 3-4 لعيبه في مصر، وسبب في اصابات 50-60 لاعب. يا كابتن شريف، يا كابتن شريف ما انت يعني بقول لك. طب لا اديني فرصه اتكلم. هو احنا لا انا عايز افهم بس الحلقه، عايز افهم الحلقه بس. هو احنا داخلين نعترض ومناظره ولا بنتكلم صوره وتعليق؟ انا قلت رايي في الراجل. الراجل اصلا مش معانا على الهوا. الراجل بيعمل مداخله تليفونيه يا كابتن محمد رمضان. ما حاضر يعني يا راجل. معاك يا كابتن شريف. الراجل اللي عايش معانا هات لي صوره اللاعب اللي حضرتك بتتكلم عنه واقول لك رايي فيه. طب يبقى ما تجيبش سيره ديانج بقى. لا انا بقى عشان تبقى كما قلنا الكلام ليه ميزان وحساب يا كابتن شريف. انا دلوقتي ما ينفعش اقول احسن خط وسط مدافع في مصر في الدوري المصري، لكن هو اقوى من احسن يا استاذ محمد. والراجل كمان شبه حاجه تانية يا كابتن شريف، قال لك هو احسن من احمد فتحي. يعني احمد فتحي ما هو راجل يعني مركزين مختلفين بس. لا لكن برضك بالنسبه للتدخلات في الملعب يا كابتن محمد لسه ما قيمناش ما بين. هات صوره ثانيه يا استاذ سامح لو سمحت. خلصت يا كابتن شريف؟ طيب لا لسه معانا يا كابتن شريف. ماشي اهو. عايز المقارنه في ايه؟ اصل المقارنه قول بقى. انت قلت كلمه. هقول ماشي هقول. اولا بالنسبه لطرق العنف انت قلت العنف بالنسبه لاحمد فتحي. خليني اقول لك ارق من طرق. اولا المركزين مش زي بعض. ممكن احمد فتحي بيلعب الدور
بتاع طارق حامد في بعض الاحيان لما بيكون منتخب مصر مزنوق في المركز ده او النادي الاهلي مزنوق في المركز خط الوسط المدافع، بيطلع احمد فتحي بيأدي وبيأدي كويس، ما فيش ادنى مشكله. لكن ده باك يمين وده ديفندر، فالتقييم كمركز لعب هنا ظالم، ده بيلعب في مركز ده بيلعب في مركز. اتنين، اكيد خبره الكابتن احمد فتحي تعلو بكتير جدا خبره الكابتن طارق حامد، بسبب ان اصغر لاعب لعب دولي كان الكابتن احمد فتحي، لعب في جميع المنتخبات تمام. فهنا خبره الكابتن احمد فتحي اكتر بكتير من خبره الكابتن طارق حامد. الاثنين مؤثرين في منتخب مصر والاثنين مؤثرين في انديتهم، الاثنين بيدوا نفس الطاقه للنادي الزمالك ومنتخب مصر والنادي الاهلي ومنتخب مصر، الاثنين حريصين على اللعب والتواجد في المنتخب والاثنين وفي التشكيله الاساسيه للنادي. وبرده الكابتن احمد فتحي نفس الموضوع ان كان طارق حامد او احمد فتحي، فمتهيألي الاثنين على مستوى الاداء متساويين، على مستوى الحماس متساويين، على مستوى الخبره احمد فتحي اكتر بكتير، على مستوى الحماس برضو متساويين الاثنين. ف استاذ شريف، كابتن شريف، كلام محمد رمضان يحترم جدا، ولكن بس كان هي تعقيبا عليه ان هو بيقول احمد فتحي ارق من طارق حامد بالنسبه للتدخلات. انا ما جبت سيره التدخلات، دخلت عن في الملعب يا كابتن. ما انا ما جبت سيرتها والله، انا انت جبت الكلام، انت بتخلي انت عايزني ليه اقول كلام انا ما قلتوش؟ تلتزم شويه. لا انا قلت الراجل ده عنده خبره اكتر. أيوة. من الكابتن احمد فتحي عنده خبره اكتر من الكابتن طارق حامد. انت تعارضني في الكلام ده؟ لا طبعا لا. بالنسبه لا بالنسبه للتدخلات قلت لا لسه. انت عايز بقى تكلمني في التدخلات؟ ايوه. المركز بتاع الكابتن احمد فتحي يختلف عن المركز عن الكابتن طارق حامد، لان الكابتن طارق حامد سهل جدا لو حد عدى منه في حد تاني هيغطي عليه، لكن الكابتن احمد فتحي مجرد ما الكره هتعدي منه يا اما رايح يجيب جون يا اما رايح بهجمه خطيره. كلامي ده منطقي ولا لا؟ طبعا منطقي جدا. فبالتالي لما حتى هعمل فاول تكتيكي او فاول عنيف علشان المركز هنا مختلف، وانت لو جبت اي واحد باك يمين او باك شمال بيلعب بالطريقه الحماسيه دي هتبقى تدخلاته اعنف من الكابتن طارق حامد، هتبقى تدخلاته اكتر من الكابتن. طب مين اعنف فيهم؟ لكن عارف، تعالى قايم. لا مين اعنف فيهم في الملعب؟ طارق حامد. طارق حامد؟ ايه رايك يا كابتن شريف؟ عايز تحط الصوره الثانيه اقول لك انا عشان الكابتن شريف بس عايز تحط في التدخلات. طبعا كلام الاستاذ محمد طارق حامد تدخلاته بس عايز تحط تدخلات، شيل الكابتن احمد فتحي مع احترامي، حط الكابتن وليد سليمان ونتكلم. بس الله ينور عليك، حش ده وحط كابتن وليد سليمان. يا ريت يا استاذ سامح بعد اذنك هات صوره وليد سليمان. حاضر يا كابتن شريف. بالنسبه بقى، طب طارق حامد ولا احمد فتحي في الملعب؟ لا انا عندي طارق حامد لا يعلى عليه طبعا، هو ما اتقارنش على فكره، في تفاوت كبير في المستوى بين الاثنين. طارق حامد بيدي 90 دقيقه من اول دقيقه لاخر دقيقه، احمد فتحي بيقع في بعض فترات المباراه. يا كابتن شريف، كابتن شريف. نعم. انت بتتفرج على مباريات نادي الزمالك وبتتفرج على مباريات منتخب مصر، فتقريبا ما بتشوفش مباريات النادي الاهلي. ردي بقى. رد بقى. ممكن يكون كلام الاستاذ محمد صح، انا يعني بشوف الاهلي ما ده اكتر واحد لعب كره في تاريخ مصر بحالها كابتن احمد فتحي. ايوه ده لعب 15 سنه في منتخب. طيب. وفي الاخر الاهلي عمل ايه؟ الاهلي باعه. انت برضو بتخش في حته تانية يا كابتن محمد عطيه. انا لا، اهم حاجه عندي انت ايه، واخد الحلقه مش تدريجي، خد الحلقه تدريجي. احنا بنتكلم تدريجي. ايه اللي دخل الاهلي دلوقتي ان الاهلي باعه؟ الاهلي ما باعوش، مين اللي قال لك الاهلي باعه؟ الاهلي باع عياله ونجومه، وايضا بالنسبه للناس. عايز تعمل حلقه عن الاهلي باع عياله؟ تعالى نغير لا نظام. لا لسه دي في حاجه ثانيه، لسه مع الاهلي باع عياله ازاي وماشي. لا هكون برضك كابتن شريف معانا برضك يعني. ماشي يا كابتن شريف. ايوه اكيد ان شاء الله باذن الله. انت معانا قريب جدا جدا على الهواء ان شاء الله باذن الله. يشرفني. نخش على الصوره اللي بعديها. حاضر. عاوز طبعا عاوز ايه، نخش الصوره اللي بعديها على طول. خليك معانا. هات الصوره اللي بعديها يا استاذ سامح. ايه كابتن محمود الخطيب، الكابتن الباشا محمود الخطيب. كابتن الباشا محمود الخطيب. وهات كمان بعد اذنك يا سامح الاستاذ مين؟ ها؟ محمود طاهر. مرتضى منصور. لا 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 لا، شويه كده. استاذ سامح بعد اذنك نجيب مين؟ ها؟ استاذ محمود طاهر. طيب بعد اذنك بقى قول بقى كلمه. اقول لك الله، عشان لسه محمود طاهر، عشان هيبقى في مقارنه بين في كلام كتير على الخطيب. بص كلام كتير. انا من الشخصيات اللي كان نفسي لسه موجودين، كان لسه موجود معانا. طيب انا من الشخصيات اللي كان نفسي اعاصر لعبه، اشوفه هو بيلعب، ما شفتوش. لكن ما فيش لاعب في تاريخ مصر بحالها فيديوهاته جايبه المشاهدات دي على اليوتيوب من اهدافه ومهاراته والكلام ده كله.
انت لو شفت حتى الان لو بحثت كده اهداف كابتن محمود الخطيب، مهارات كابتن محمود الخطيب كلاعب من افضل من انجبت الكره المصريه كابتن محمود الخطيب، كان نفسي اشوفه في الملعب على الحقيقه، ما اشوفش حاجات مسجله ليه. صيته وتاريخه رمز من رموز الكره المصريه، ورمز من رموز النادي الاهلي، ورمز من رموز منتخب مصر، ادى كتير للكره. الاداره، بص هقول لك على حاجه، انت لو عايز تحط مقارنه مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمود طاهر، مقارنه ظالم. ليه ده؟ ده رئيس مجلس اداره، ده رئيس مجلس اداره. ما هو مقارنه ظالمه. ليه؟ لان كل واحد قايم بدوره فعلا صح، بس كل واحد ليه طريقه شغل. هسالك سؤال، انت حضرتك دلوقتي مذيع، تمام؟ هل وكابتن شريف مذيع وانا مذيع، هل معنى ان انت مذيع وانا مذيع والكابتن شريف مذيع لازم اطلع بنفس الشكل وبنفس الستايل وبنفس الاسلوب طبعاً، ولا كل واحد مختلف؟ اكيد صح، وكل واحد بيتكلم. لكن ده نادي. لكن في لا، خلينا يعني نادي ليه اساس، ليه تقييم، ليه شغل، ليه اصول. انت كده هتوصل للرد اللي انا عايز اقوله لك. هل النادي الاهلي على مدار عمره من ايام الكابتن صلاح سليم اللي هو رمز الاداره في مصر ورمز النادي الاهلي ورمز من رموز الكره المصريه في مصر، وبعديه كابتن، طبعا في بعض اسماء يا ريت بس لو تذكروني انا اسف، بعد كده دخلنا الكابتن حسن حمدي، بعد كده دخلنا الكابتن محمود طاهر، بعد كده دخلنا الكابتن الخطيب. السياسه اللي ماشيه في النادي الاهلي لا، دي مؤسسه بتدار، شيل اي اسم حط اي اسم بتدار، البطولات كما هي، القوانين كما هي، اللوائح كما هي، وكل شيء بيتنفذ. على سبيل المثال ايام الكابتن صالح سليم مفيش قرار بيتاخد الا بجمعيه عموميه اكيد، او اجتماع مجلس اداره. ايام الكابتن حسن حمدي كذلك مفيش قرار بيتاخد الا بجمعيه عموميه وبقرار مجلس اداره. ايام الكابتن محمود طاهر مفيش قرار بيتاخد الا باجتماع جمعيه عموميه وقرارات مجلس اداره. كذلك الكابتن محمود الخطيب مفيش قرار. طب ودخل تركي الشيخ؟ انت برضو بتاخدني في حته تانية، بس يعني انا عايزك تاخد نخلص اجابه السؤال. تركي الشيخ كان موجود اصلا ايام نخلص طهر. نخلص اجابه السؤال ونخش على السؤال. اسالني في اي حاجه ولا كلام غلط يا كابتن فاروق؟ لا طب لسه ما خلصتش على فكره. طيب لسه ما خلصتش. فاللي عايز اقوله له كابتن محمود الخطيب كرمز كوره في مصر، كل التحيه تدي له التعظيم سلام، كرمز كوره في مصر، من لعيب لكابتن، لكابتن النادي الاهلي، كابتن منتخب مصر، صولات وجولات ليه كلاعب كاداري مع اللي موجود دلوقتي في النادي الاهلي. لا الراجل ناجح اداريا، ناجح الحمد لله. النادي الكوره، النادي الاهلي في الكوره ماشي بشكل كويس، في الالعاب الاخرى ماشي بشكل كويس، الاعضاء ماشيه بشكل كويس، واي نادي فيه خلافات او فيه بعض المشاكل وظل النادي الاهلي ما تعرفش عن اي مشكله داخليه جواه، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي. تحيه لكابتن محمود الخطيب وتحيتي ليه والتوفيق دايما. طبعا كابتن فاروق معانا؟ ايوه معاك. كلام كابتن استاذ محمد رمضان. كابتن محمد نعم. من الانصاف ان يجي صوره المستشار مرتضى منصور. هتكلم عنه والله اهو. بص كابتن، سياده المستشار بص مرتضى منصور، بص كل واحد له حق. بس طيب، بس اولا ربنا يعينه على 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 نادي الزمالك، ان اولا هو رئيس نادي الزمالك، اكتر شخص جاب بطولات للنادي تحسب له في عهده، في بطولات جت لنادي الزمالك. كل واحد مننا ليه شخصيه، انت مش عشان الكابتن محمود الخطيب هادي في قراراته، هادي في رتمه، يبقى كل رؤساء النادي يكونوا هاديين، مش عشان سياده المستشار مرتضى منصور من النوع الانفعالي شويه، او من النوع اللي صوته عالي شويه، او من النوع اللي بيتعصب شويه، يبقى لازم كل رؤساء الانديه تبقى كده. لا، كل واحد ليه شخصيته، كل واحد ليه طريقته في الاداره. ده ناجح وده ناجح، ده ناجح وده ناجح، يحسب له في عهده اكتر كام بطوله كاس، خد الدوري اكتر من مره، خد السوبر اكتر من مره، خد بطولات باعداد ما حصلتش في نادي الزمالك بالشكل ده، خلى نادي الزمالك صوت. انا بتكلم بجد، ممكن تكون مستغرب، ممكن تكون في بعض الخلافات او بعض الاختلافات على طريقه التعامل، بس الراجل ناجح بطريقه التعامل، يتعامل بيها هو حر بيها، يتعامل كما يشاء، طالما لا بيضر حد ولا بيأذي حد ولا بيغلط في حد. ردك ايه يا كابتن فاروق؟ طيب بس تديني فرصه عشان دي بقى يعني اولا، بس عشان في مداخلات كتيره جدا، ما بقول لحضرتك تديني فرصه عشان ده يعني المقارنه اللي قالها الاستاذ محمد رمضان اجابه دبلوماسيه، من المفروض يشتغل في الخارجيه مش في قناه الصحه والجمال. فاحنا لو هنقارن بقى هنقول شوف المستشار مرتضى منصور مسك الزمالك وكان ايه؟ الكابتن محمود الخطيب كل ليه كل الاحترام والتقدير،
بس ماسك مؤسسة كل جهات الدولة بتساعدها. المستشار مرتضى بيحارب على كل الجبهات داخليا وخارجيا ودوليا ومحليا. قدر يخلي النادي الزمالك صوت بعد ما كنا فريق، معلش لو انا سميت انديه يعني اقل من الانديه اللي انا اسميها، الاتحاد الاسماعيلي المصري المقاولين، الانديه اللي لها كل احترام دي احنا كنا اقل منها. خلى للزمالك صوت، خلى للزمالك ممكن يقول حاجه مش هتحصل وما تحصلش، ماتش هيتاجل وما يتاجلش، الكلام ده كله. كان اللاعب بيمضي في الزمالك ويروح من تاني ناحيه يمضي للاهلي ويلعب في الاهلي وما يتوقفش ولا يتعامل عليه غرامه ولا اي حاجه. على فكره انا قلت نفس الكلام، بس انت يا كابتن شريف بتحب تعترض. بتقول ده ثواني يا كابتن. والله انا قلت نفس الكلام والله. انت بتقارن، بتقول ده راجل ناجح في شغله وده لا. انا ما قارنتش على فكره، وفين المقارنه؟ ده هو قال لي كلمه للكابتن محمود الخطيب وكلمه للسيد المستشار مرتضى منصور، وانا قلت كلمه للكابتن محمود الخطيب وكلمه منحاز قوي على فكره، خلي بالك يا كابتن شريف، للمستشار مرتضى منصور، ونفس الكلام اللي انا قلته على سيادة المستشار مرتضى منصور حضرتك بتقوله، بس مش عارف حضرتك بتختلف ليه. لا مش مختلف معاك، بقول لك يعني انت لما تيجي تقارن، لو المستشار مرتضى منصور ماسك الزمالك وكان قال عليه الاهلي او يعني ليه صوت في مصر زي النادي الاهلي، كنا كان يدخل في مقارنه. انا شايف الاثنين واخدين حقهم يا كابتن شريف، النادي الاهلي والنادي الزمالك واخدين حقهم في كل شيء. لا 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 لا، اعلاميا يمكن واحد محايد زي حضرتك بي 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 بتحاول ان انت تدي حق للزمالك وحق للاهلي، لكن يا كابتن محمد معلش يعني مش هبقول انصح حضرتك، بقول لك يعني القي نظره على بقيه البرامج الرياضيه في القنوات المختلفه. الزمالك مهضوم حقه. لا انا ممكن اقول لك المشكله فين يا كابتن شريف وتقبلها زي ما تقبلها. الفرق ما بين اعلام الاهلي واعلام الزمالك، طالما انت هنمشيها اعلام اهلي واعلام زمالك، اعلام الاهلي بيتكلم في ازاي المشاكل الفنيه في الفريق، ازاي اطلع لقدام، ازاي الفريق خسر، ازاي الفريق كسب، عندي قصور في لعيب، عندي قصور في فرقه، عندي مشكله في التكتيك، محتاج مدرب، محتاج لاعب، محتاج دعم، هجدد، هعمل. بتكلم اعلام الاهلي دائما بيتكلم في امور تخص التطوير، ان كانت فريق كوره او العاب اخرى او النادي او الكلام ده كله. لكن مع احترام الاعلام نادي الزمالك دائما بيطلع في مشاكل داخليه ما بين لاعب ولاعب، في مشاكل اداريه ما بين واحد وواحد، ما اعرفش مين دفع ايه، ما اعرفش مين خد فلوس ايه. ده الفرق ما بين الاعلام ده والاعلام ده يا كابتن شريف، طالما انت هتخليها اعلام اهلي واعلام زمالك. طب كابتن فاروق، كابتن فاروق شريف، بعد اذن معاليك، اتمنى من استاذ محمد رمضان ان شاء الله باذن الله هيكون في لقاء خاص بكل روح رياضيه عند استاذ محمد رمضان. لا خليها دنيا الاحتراف. لا 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 ما بقاش انا مذيع. لا 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 ما بقاش انا مذيع. لا خلاص لا لا، هيكون طبعا انت معاك احد رموز برضك في الكره المصريه برضك، واحد الناس اللي عمالقه اللي عندك ممكن تجيبها. حاضر. وهيكون معايا طبعا بتدبس في مناظره معاك، بيوقعوا ما بيننا يا كابتن شريف. قلت لك من الاول انت حبيبي وانت انتيمي، وفي الاخر بيسحبك في حته كده، عايزيننا نبقى ضد بعض. ماشي. لا 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 احنا حبايب مع بعض. الاختلاف في الراي لا يفسد الود. الله يرضى عليك. طبعا ده اكيد طبعا، وعشان كده بقول له اهو اتمنى يكون فيه بكل روح رياضيه. ده باسم البرنامج جميل جدا، والناس كلها طبعا بتحب البرنامج. وانا مش هبقى المذيع في الحلقه دي. لا هتكون احنا كلنا مع بعض، وانت ماشي. اكيد طبعا انت الكبير بتاعنا. على فكره يا كابتن محمد، اتفضل. انت يعني في الحلقتين اللي ظهرنا مع بعض ما كنتش مذيع. اكيد انا عارف، انا طيب متابع جدا يعني متابع جدا 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 كل حاجه. استنى، لا لا الكلمه دي ليها اكتر من معنى. لا انا متابع جدا. الكلمه دي ليها اكتر من معنى. ما خدش حقه على فكره. تقصد ايه يا كابتن شريف؟ ما خدش حقه. تقصد ايه يا كابتن شريف؟ تقصد ايه يا كابتن شريف؟ ما كنتش مذيع. لا يعني كنت صاحب برنامج وصاحب حلقه، بس يعني ايه بتدي انطباع مش واخد حقك. الواحد قاعد مع حضرتك براحته بيتكلم. ايوه براحته. ماشي وصل. عشان كده قلت ايه يا كابتن شريف، عشان كده قلت له ايه، اتمنى يكون في لقاء بكل روح رياضيه ويستضيف كابتن شريف. انا موافق. وشوف اي حد تاني يكون موجود انا معاه، وشوف انت طبعا تحب تكون موجود مين معاك ايضا. ماشي. يكون في قاعده كده رباعيه في رمضان، عشان كده دي امسيه رمضانيه. ما فيش مشكله. أنا ايه رايك يا كابتن فاروق؟ ان شاء الله باذن الله. انا موافق. اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله. نورتنا وشرفتنا يا كابتن شريف.
فاروق، وان شاء الله باذن الله تكون موجود معانا. ان شاء الله انا متابعكم لغايه نهايه الحلقه، ما اشوف الاستاذ محمد هيقول ايه بقى. تحياتي ليك يا كابتن شريف، تحياتي ليك. الله يخليك يا استاذ، الله يخليك. طبعا احنا معانا لوحه شرف لمدربين بطوله موهبتك اللي كانت تغطيه لبرنامج دوري الاحتراف. هنشوف التقرير نرجع لكم مره اخرى. رجعنا بعد الفاصل وشفنا طبعا بطولة موهبتك، وكانت لوحة شرف للمدربين بطولة موهبتك، وكانت تغطية لبرنامج دوري الاحتراف هذا الموسم، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا لسه مستمرين، ولكن كانت الأزمة كانت بتاعت كورونا، وطبعا بفضل يعني أقول ربنا سبحانه وتعالى هو كل واحد خد حقه بما يرضي الله، ولكن جت الأزمة طبعا احنا وقفنا وفقا لمؤسسة الدولة، قالت ممنوع التجمعات، ممنوع الرياضة، امنع 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 امنع، حرصا على سلامته. اكيد طبعا حرصا على سلامته، حفظنا على سلامتهم طبعا زي ما قال محمد رمضان، ولكن احنا كنا مستمرين معاكم، وان شاء الله هنرجع معاكم باذن الله تعالى ان شاء الله في الموسم الجديد. ان شاء الله لسه طبعا هيتم تحديد الميعاد اللي هيكون فيه انطلاق للموسم الجديد وفقا لشركه جو ميديا باذن الله تعالى، وتحديد الميعاد ان شاء الله للرجوع. وايضا هرجع مع رجوع ايضا لبطوله موهبتك والتغطيه بطوله موهبتك لرجوع الكره المصريه مره اخرى. معانا بقى استاذ محمد، تليفونات كتيره جدا في الكنترول، تليفونات كتيره جدا ينور. ولكن ناخد صوره وعاوزين تعليق عليها. ماشي. ها مين معانا بقى؟ صوره مين؟ كابتن محمود طاهر. الله، محمود باشا طاهر برضه. طب احنا رجعنا لمحمود الخطيب وقلنا صوره وتعليق، اسمعك. الكابتن محمود طاهر مسك النادي الاهلي للرئاسه لفتره من الفترات، نجح فيها جدا، كان هادي فيها جدا. اعذره كان بيتهاجم شويه من السوشيال ميديا، لكن هم ما كانوش يعرفوا ما في الكواليس، لان دائما النادي الاهلي الكواليس بتاعته مش معروفه. عدى بالمرحله دي لبر الامان، خد افريقيا، خد دوري، خد كاس، كان هادي جدا في قراراته، كان حاسم جدا في قراراته برضو بالرغم ان هو هادي. محبوب، كان من اللي عمره شعبيه برضو كبيره في النادي الاهلي، وحاليا جماهير كتيره بتنادي بيه برضو مش معاهم، تحسب له نقاط كتيره جدا. هن النادي كابتن محمود الخطيب، وداعم، بشوفه دايما داعم لقرارات الكابتن محمود الخطيب، وبيقول انا ابن يعني تحت امر النادي في اي وقت. وده اللي احنا تعودناه من رؤساء النادي الاهلي، كبار جدا كبار جدا، متعاونين مع بعض، بيسلموا الرايه لبعض، ما فيش اي مشاكل ما بينهم وبين بعض. تحياتي ليه مؤسسه قضاها، ولو رجع تاني طبعا تحياتي ليه وكل الدعم ليه. اكيد. ومعانا مكالمه تليفونيه مهمه جدا، كابتن صلاح ونيس، بطوله موهبتك، مدير بطوله موهبتك، وايضا من احد رجال العظماء لاحد منسقين بطوله موهبتك لكره القدم في الاكاديميات، كابتن صلاح. مساء الخير يا كابتن صلاح. كابتن محمد، اهلا بيك يا ابو الكباتن.
مساء الفل على حضرتك، ومساء الفل على كابتن محمد رمضان استاذ تحياتي الفاضل. ليك تحياتي ليك تحياتي لحضرتك يا استاذ محمد يخليك. وشكرا لدعمك لبرنامج دون الاحتراف. الله يخليك تسلم. وشكرا على الاضافه والجمال اللي احنا شايفينه في الصحه والجمال. ربنا يخليك. ربنا يا رب كده يكتب لك التوفيق دايما على ربنا طول خليك. وزي ما انت معودنا ان انت دايما خليك. بتطلع بالجديد وبالاضافه لينا. ربنا يخليك. ربنا يخليك حبيبي. وشكرا في الاول طبعا احنا الحلقه دي كانت المفروض انا اكون متواجد فيها وفريق العمل كله متواجد في البطوله في الاستوديو، لكن طبعا عشان حضرتك عارف ظروف الحظ طبعا. فهي الحلقه دي كانت ختام للموسم الثاني لبرنامج دون الاحتراف. الحمد لله انا اولا بشكر طبعا استاذ محمد عطيه وكل فريق دون الاحتراف، الاستاذ سامح، الاستاذ مصطفى طباوي، الاستاذ نور، الاستاذ تامر، رنا جمال، الحاج ياقوت، عم جمال المصور، كل فريق العمل اللي قاموا معانا بمجهود كبير جدا عشان الموسم الثاني يظهر بالمستوى اللي احنا شفناه. وكمان بشكر ضيوفنا الكبار المدربين، مدربين الاكاديميات ومدربين مصر اللي ظهروا معانا خلال 17 حلقه دلوقتي في برنامج دون الاحتراف. الحاجه الثانيه اللي بحب اشير ليها طبعا ان احنا بطوله موهبتك الحمد لله احنا برعايه البرنامج وبرعايه حضرتك يا استاذ محمد جو ميديا، احنا الحمد لله يعتبر من احسن البطولات اللي اتنظمت في كره القدم في الفتره الاخيره بشهاده الجميع. وانا بشكر كل المدربين اللي شرفونا في البطوله واشتركوا بفرقهم واكاديمياتهم، ببعت لهم التحيه وهم فعلا وحشونا كتير، وان شاء الله باذن الله نرجع قريب على خير، وربنا يا رب يحفظ مصر من الوباء والبلاء ويشيل عننا ونرجع ان شاء الله في اقرب فرصه باذن الله. انا كنت بس استاذ محمد رمضان، انا كنت طبعا انا متعود من حضرتك دايما ان انت تكون داعم لينا، فانا على الهوا دلوقتي هدبتك في مشروع هنبعته لحضرتك ان شاء الله، واتمنى ان حضرتك تكون موجود معانا. احنا عندنا حوالي 500 اكاديميه، ال 500 اكاديميه دول قائمين عليهم مدربين محترمين كانوا بيلعبوا في انديه واسماء كبيره في انديه مصريه. ال 500 اكاديميه بيفرزوا اكتر لعيبه ومواهب كبيره جدا بتستفيد منها الانديه. ال 500 اكاديميه دول احنا محتاجين جو ميديا تكون راعي ليهم، بحيث ان شاء الله نكون نقدم لهم الموسم الجاي ان شاء الله بطوله قويه جدا، بجانب ان احنا نكون راعي ليهم اعلاميا واعلانيا. طيب انا عامل برزنتيشن الخاص بالمشروع ده، مشروع رعايه اكاديميات كره القدم الخاصه في مصر. انا عامل برزنتيشن وان شاء الله يكون لينا ناخد مع حضرتك ميعاد على الهواء دلوقتي، ان شاء الله يكون لينا ميعاد نقعد مع بعض وندرسه، وان شاء الله يكون افاده للاكاديميات وافاده برضو لشركه جو ميديا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله موافق، ما عنديش اي مشكله، تحت امرك وتحت امر اي حاجه، وجو ميديا لاي حاجه فيها دعم او مساعده انا تحت امرك فيها، ما عنديش اي مشكله. حدد الميعاد مع الاستاذ محمد عطيه في اي وقت، وان شاء الله باذن الله برضو تكون الازمه دي عدت والنشاط رجع من تاني ورجعت الحياه بطبيعتها، ما عنديش قد مشكله خالص، واي حاجه في استطاعتي هعملها لك وتحت امرك وتحت امر اي اكاديميه. ان شاء الله ده شيء شرفنا يا استاذ محمد، وانا طبعا خليك. مش عايز اضيع وقت حلقتكم. لا على راسي، وانا بس على راسي. بوجه الشكر لكل فريق العمل وبوجه الشكر لكل مدربين بطوله اكاديميتك، وبدعي معاكم ان ربنا يرفع عنا البلاء والوباء يا رب، يحفظ مصر من كل سوء، وان شاء الله نشوفكم على خير قريب باذن الله. تحياتي ليك وبالتوفيق دايما وكل الدعم ليك. ارجع تاني بقى لكابتن محمود طاهر. كابتن محمود طاهر شكرا على الفتره اللي قعدها، وشكرا على المجهود اللي عمله، وشكرا ان كان في يوم من الايام دعمه بقوه للنادي الاهلي، وحتى الان دعمه بقوه، ولو رجع تاني رئيس للنادي الاهلي برضو كل الدعم ليه. طب بخصوص توقعاتك ايه لاستئناف مره اخرى للدوري المصري؟ بص، هو التوقعات ان هيستأنف، بس امتى لسه ما مش عارفين، ولكن خلينا نقول ان العالم كله في ازمه، الكوره العالميه كلها في ازمه، الاقتصاد كله في ازمه، فمش عارفين الدنيا رايحه فين. ربنا يعدي الازمه دي على خير، ولكن اكيد المسؤولين واكيد اللي موجودين ومعاهم القرار او اللي في ايدهم القرار اكيد بيفكروا في كل صغيره وكبيره في الموضوع، وعارفين هياخدوا القرار امتى وازاي. لكن ما اعتقدش ان الدوري هيتلغي، اعتقد ان الدوري هيكمل، ولكن امتى الله اعلم. يا نشوف بقى الصوره اللي بعد كده يا استاذ محمد. ايه الصوره يا استاذ سامح؟ كابتن حسام عاشور نجم. طبعا انت هتقول لي هنا الاهلي استغنى عنه ومش استغنى عنه والكلام ده كله، ولكن كابتن حسام عاشور رمز من رموز النادي الاهلي، كابتن اكتر كابتن للنادي الاهلي، بيتهيألي اللاعب الوحيد الموجود حاليا في من الجيل القديم، اكتر من لاعب شال بطولات،
ما احترفش، ما سابش النادي من صغره، من ناشئين النادي، حاجات كتيرة جدا، قدوة واسم كبير في النادي الأهلي، أكتر واحد واخد بطولات في النادي الأهلي، حاجات كتيرة أوي 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 أوي. ينهي مسيرته في النادي الأهلي، ومن رأيي يكون ليه مكان إداري في النادي الأهلي، أو إذا كان هو حابب مجال التدريب أو حابب إن يخش مجال التدريب يروح ياخد كورسات ومعايشة بره، بس الأزمة دي تعدى على خير ويرجع يكمل النادي الأهلي، إنه هيفضل رمز في النادي الأهلي. حسام عاشور ما لبس غير تيشيرت النادي الأهلي، فما ينفعش يلبس تيشيرت تاني غير النادي الأهلي. طيب شوف بقى الصورة التانية اللي بعديها. رمضان صبحي ده قائد منتخب مصر القادم، قائد منتخب مصر القادم، مفيش لعيب في مصر هيجي بالحماس وبالطاقه دي. طب معانا مداخله تليفونيه من احد الزملكاويه في جروب الزملكاويه، كابتن نور. مساء الخير يا كابتن نور، ممكن توطي بس صوت التلفزيون شويه بعد اذنك واسمعنا. ابو كباتن. ايوه كابتن محمد، اهلا بيك كابتن نور، اخبارك؟ يا كابتن محمد، انا كابتن نور. اهلا بيك يا كابتن نور، عارف يا كابتن. بقولك كابتن محمد، ايه السؤال؟ انا بتكلم برضو على، انا شايفك جايب صوره رمضان صبحي وصوره المستشار مرتضى، متابع اهو كويس يعني. ويعني عامل حاله جميله. طيب كان اولا احنا برنامجنا او الفقره بتاعتنا بخصوص صوره وتعليق، طبعا كان استاذ محمد رمضان كان بيعلق على بعض الصور، وكان وايضا في المقابل في مداخله تليفونيه كابتن شريف فاروق. تعقيبك ايه بقى بالنسبه للصوره الموجوده لرمضان صبحي؟ رمضان صبحي طبعا مش هيكمل في الاهلي بسبب العقد اللي بينه وبين فريق هيتفيرسلت اللي هو الفريق الانجليزي. تمام. بس باذن الله طبعا الازمه بتاعت رمضان صبحي خلاص ماشي. احمد فتحي في حاله سوء اداره في النادي الاهلي، ما تجيبش حاجه من عندي. لا عايزني رد، ارد لو ليا حق الرد، لو ليا حق الرد هرد. كمان مع كامل يا كابتن نور، كمان كمل معاك. هو كابتن نور بيتكلم، ارد طيب ولا يعني اما يخلص؟ ما يخلص فتره يعني، انت قلتها قبل كده، الاهلي باع ولاده، ففي يعني في شيء غريب بيحصل داخل جدران النادي الاهلي محدش فاهمه. يعني انت شايف ايه في اداره النادي الاهلي؟ والله انا شايف يعني الكابتن محمود الخطيب قيمه وقامه وكل حاجه، ولكن في الاداره مش يعني، يمكن عشان هو تعبان او اللي هو مريض وبيسافر على طول بره. طيب انا هنا اللي لازم اقول النادي الاهلي في حق يعني، طالما ليه حق الرد يبقى لازم ارد. كابتن نور ممكن تسمعنا بعد اذنك؟ استاذ محمد رمضان عاوز يرد عليك. يا كابتن نور اهلا بيك الاول. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا بيك. بص مبدئيا احنا لما معنى كلمه صوره وتعليق، يعني انت عايز تقول للشخص اللي انت شايف صورته ده ايه؟ ليه بناخد الجزء دايما في تفاصيل ما بين اهلي وزمالك، او تفاصيل في مشاكل، او عايزين نبين النادي الاهلي فريق مش كويس او نادي الزمالك فريق مش كويس؟ ليه التعصب ده؟ انا جات لي اكتر من صوره لاكتر من لاعب من نادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك له وضعه ان هو رئيس نادي الزمالك، لازم يحترم علشان رئيس نادي الزمالك، ولازم نادي الزمالك يحترم ولاعيبته تحترم والكلام ده كله. لما انا شفت صوره طارق حامد اديته قيمته كلاعب، واتكلمت معاه كلاعب، واتكلمت اديته حقه كلاعب، لان انا ما يشغلنيش ما خلف الكواليس في النادي او ما يحدث. انت حضرتك من الواضح من الكلام ان انت حضرتك زملكاوي، صح؟ انا بتكلم ان سوء الاداره. خليني بس اكلم، خليني اكلم حضرتك. طب انا بسالك سؤال عشان انا ليه حق الرد. طيب انا ليه يا استاذي، يا استاذ عمر، استاذ نور، استاذ نور اتفضل. انا بسالك سؤال، حضرتك زملكاوي صح؟ لا انا بصراحه يعني انا اهلاوي، ولكن هم قالوا لك في الكنترول قالوا زملكاوي. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا بتكلم بجد. لا انا اهلاوي. انت اهلاوي. أهلاوي. ايه اللي انت شايفه في سوء اداره الكابتن محمود الخطيب؟ لان انا لا اسمح حد يخش يقول سوء اداره، لان اداره النادي الاهلي ما بيخرجش منها معلومه ولا من الكواليس، ومش منشوره على الاعلام عشان نعرف ان الراجل ده بيدير صح او بيدير غلط. خليني بس اكمل، خليني اكمل حضرتك. ومش لما الكابتن محمود الخطيب يكون مريض او يكون تعبان او بيعمل عمليه بره، ربنا يشفيه وربنا يقويه ويدير الصحه، معنى ذلك ان اداره الاهلي مهزوزه؟ لان اداره الاهلي تدار بمجلس اداره مش بشخص. مع احترامي ليك، ومع احترامي ليك انت شكلك مش اهلاوي.
وهو راجل قال كنترول قال لي زملكاوي، لسه سامع قال لي زملكاوي على فكره، وانت حضرتك بتقول اهلاوي، نصدق مين؟ مفيش اهلاوي يقول علشان الكابتن محمود الخطيب تعبان في مشاكل، لان اداره النادي الاهلي لا تدار بشخص، اداره النادي الاهلي بتدار بجمعيه عموميه وبمجلس اداره، حتى لو في شخص تعبان ومش موجود الباقي موجود وكل واحد عارف دوره كويس جدا. كابتن محمد هم اللي بيقولوا، فما ينفعش، لا ما ينفعش يقول كده. طبعا شكرا يا كابتن نور. ومعانا مداخله تليفونيه اخرى للاستاذ محمد صبر من القاهره. كابتن محمد، الو. الو، مساء الخير ابو كباتن. الو يا كابتن، اهلا بيك ابو كباتن. ممكن بس بعد اذنك توطي التلفزيون شويه لو سمحت؟ سمعنا؟ الو. ايوه كابتن. اهلا ابو كباتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام يا كابتن، ربنا يخليك. ممكن بس بعد اذنك عاوزين تعليق على الصوره بتاعت كابتن محمود الخطيب. الو كابتن محمود الخطيب طبعا اسطوره. طب ممكن بس توطي التلفزيون شويه بس. الو يا كابتن محمد. ايوه معاك كابتن. اقفل بس التلفزيون خالص واسمعنا بس من طريق التليفون. ماشي. ممكن صوره وتعليق بخصوص صوره كابتن محمود الخطيب؟ ايوه كابتن معاك. انا معاك اهو، سمعنا كده؟ اه سامعك كوتش. تمام، عاوزين صوره وتعليق على صوره كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ده اسطوره، اسطوره طبعا ما حدش يقدر يتكلم. وبعدين النادي الاهلي انتوا بتتكلموا يا كابتن على الفرق بين، بتتكلموا مقارنات بين الناس وناس. كابتن محمود الخطيب ما فيش مقارنه كابتن. النادي الاهلي احييه، ده ادارته احييه زي ما قال الكابتن الاستاذ محمد رمضان، قال لك ده اداره مؤسسه، دي مؤسسه. اي رئيس نادي بيجي النادي الاهلي دي مؤسسه بتدار. انا كابتن مفيش مقارنات. معلش يا كابتن عايز بس اقول لحضرتك على حاجه برضه. اتفضل. انتوا بتجيبوا ناس ومقارنات، جايب الكابتن طارق حامد كابتن احمد فتحي وبتتكلموا تقولوا المقارنه ايه يا كابتن؟ كابتن احمد فتحي واخد بطولات منتخب مصر مع كابتن حسن شحاته وبطولات مع النادي الاهلي وبطولات افريقيه وفين مقارنه كابتن؟ فين مقارنه كابتن محمد عطيه؟ اكيد طبعا انا بحترم كل الاراء. على فكره انا معاك محمد صبري اللي جيت استضفتني قبل كده في دنيا الاحتراف. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك اكاديميه نادي الهرم. اهلا بيك ابو الكباتن، والله منورنا على فكره. والله انا مع الناس كلها على فكره، انا راجل محايد، انا ولا اهلي ولا زملكاوي. واضح يا كابتن محمد عطيه ان انت محايد جدا. انا محايد والله يا كابتن. واضح ان انت محايد جدا يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا كوتش، وانا شرف ليا يا كابتن ان انا اكون مداخله يا استاذ محمد رمضان. الله يخليك، الله يخليك، ربنا يخليك. تحياتي ليك يا كوتش. معانا بقى طبعا التليفونات اتفتحت. معانا الاستاذ علاء من منين؟ استاذ علاء منين؟ من اسيوط طبعا، يعني نقول بقى بلديات الاسيطه. اهلا بيك يا استاذ علاء. انك طبعا لغايه العود الاتصال مره اخرى. عاوزين بقى كلمه يعني خلاص بقى، يعني قلنا يعني قلنا محمود الخطيب، قلنا خلصنا كابتن محمود طاهر. محمود طاهر عندنا مين يا كابتن سامح؟ رمضان صبحي. قلت لك رمضان صبحي ده قائد منتخب مصر القادم ومنتخب الكره المصريه كلها. برضه انتوا راح يعني ايه دخلتوا لي في تفريعه كده، هيكمل عقده مش هيكمل عقده؟ لا ده هيرجع اوروبا مش هيرجع اوروبا، ما يهمناش. اللاعب ده لازم نحافظ عليه، في لاعب زيه لازم نحافظ عليه اسمه مصطفى محمد بيلعب في نادي الزمالك، بس خلينا عشان الصوره اللي موجوده رمضان صبحي، اللاعب ده لازم نحافظ عليه جدا. انا اول واحد ناديت بعد بطوله افريقيا يرجع اوروبا ما يكملش في مصر. اللاعب ده نادر لما يتكرر تاني، كل سنين لما تكرر لاعب بالقوه الجسمانيه دي بالمهاره دي بالفكر ده بالروح دي بالحماس دي، كان شايل منتخب مصر الاولمبي على بطريقه غير عاديه. الحماس اللي كان بيلعب بيه والفكر اللي كان بيلعب بيه والطاقه اللي كان بيلعب فيه ولامم اللعيبه ازاي، ده متربي في النادي الاهلي. يعني ايه قائد ويعني ايه كابتن فريق ويعني ايه مسؤول عن 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 فرقه. احييه ويعني ربنا يوفقه، وربنا يوفقه كان في النادي الاهلي او بره مش فارقه، لان اللاعب ده مستقبل الكره في مصر. اكيد طبعا. طبعا الاتصال عاد مره اخرى، استاذ علاء من اسيوط. اهلا بيك يا استاذ علاء. مساء الجمال، مساء الانوار، ولكل اهل الصعيد. اللهم صل على النبي. كل ده حبيبي صل على الاستاذ محمد، واستاذ محمد اتنان محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحياتي ليك، ربنا يخليك. تحياتي ليك يا فندم. الله يخليك. بص انا البرنامج بتاعك متابعه دي اربع حلقات دلوقتي. ربنا يديك الصحه. وكل حلقه انا معاك. ربنا يديك الصحه يا رب. اشكرك. وبرنامج الحلقه بتاعت النهارده ليا تعقيب بس. اكيد طبعا، اتفضل. التعقيب الصغير ان هو مفيش لاعب يتقارن بالتاني. صح.
محترم الا اذا كان في نفس المركز لو هقيمه فنيا. لا بص، هو حتى لو في نفس المركز يا سيد الفاضل، نفس المركز له هويه في اللعب، في اللي هو خشن، في اللي هو سلس في لعبه، وفي اللي هو مثلا على كده. بس احنا مثلا ما نقعدش نقول ايه، لا فلان زي فلان. عبد الله السعيد مع احترام الالقاب يعني كابتن عبد الله السعيد، غير الكابتن طارق حامد، غير الكابتن احمد فتحي، غير الكابتن ابو تريكه. دي ناس كل واحد بيحفر تاريخ لنفسه. تمام اكيد. تمام. في اللعيبه الكبيره وفي الادارات كل واحد بيحفر برضه تاريخ لنفسه. كابتن محمود طاهر مع احترامي، كابتن محمود الخطيب مع احترامي برضه لي، سياده المستشار مرتضى منصور مع احترامي، مع احترامي الاكبر لي. ان معلش مسك فرقه زي ما يقول ايه كانت منتهيه، وربنا كرمه وقدر يتوفى، ومهما كانت العقوبات ومهما كانت الظروف اللي كان فيها، بس ربنا كرمه برضه وجواه. طب انت شايف بالنسبه للتعليقات او الصور اللي كانت موجوده، شايف في حاجه مثلا احنا منحازين، او شايف في طريقه غلط بإداره الحوار؟ هو بص، ما فيش حياديه قوي في الاعلام غير في لما يبقوا قاعدين ايه بقى. لكن احنا على فكره انا محايد جدا، ولا زملكاوي ولا اهلاوي، انا راجل مصري صح كده؟ نعم. بقول لك انا راجل محايد ولا اهلاوي ولا زملكاوي، انا راجل مصري صح. صح. احنا لما نتكلم في الله استاذ محمد برضه الحته الاهلاويه موجوده برضه. ايوه بس انا استاذ محمد اصلا اهلاوي. بس علاء بقى اهلاوي والله اهلاوي. بس انا يعني انا ما بجيبش سيره الزمالك. ما هو بص صل على النبي، لو كل واحد قعد في فرقته وما يجيبش سيره الثاني الدنيا هتبقى 100% والله. طيب. بس احنا للاسف لازم نشوف على السوشيال ميديا ان احنا والله والله يا استاذ علاء، انا الصور اللي بتتعرض دي ولا اعرف يعني ما اعرفش هتتعرض ايه. على فكره هو ما يعرفش حاجه والله. انا بتفاجئ على الهوا، بتفاجئ بمداخلات على الهوا. طيب. وبتفاجئ باسئله. اشكرك جدا طبعا، كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك ورمضان كريم ان شاء الله باذن الله. تحياتي ليك وشكرا. ربنا يخليك. شكرا يا استاذ علاء. معانا طبعا الاستاذ مصطفى الطماوي، معانا الاستاذ ماهر من البحيره. اهلا بيك استاذ ماهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن محمد عطيه اهلا بيك. لو سمحت يا كابتن، انا عندي ابني موهبه كرويه. تشرفنا. عندي ابني موهبه كرويه وعاوز اقدم له في نادي، ممكن تساعدنا؟ بس تساعدنا. اكيد طبعا. انا اولا ده شرف لنا كبير، هيكون هيتواصل معاك الاستاذ سامح طبعا لحضرتك تبعت لنا الفيديوهات او التقرير بتاعت ابنك عبر الواتساب، واحنا ان شاء الله باذن الله في مستطاعتنا ان احنا ممكن نعمل حاجه نقدر نعملها ان شاء الله، هيكون في تواصل مع سيادتك على طول. شكرا ليك، وطبعا شكرا جدا ماهر من البحيره، تحياتي ليك ونورتنا في برنامج نور الاحتراف. معانا مكالمه اخرى للاستاذ مصطفى الطماوي. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. كابتن محمد ازيك؟ اهلا بيك يا ابو الكباتن. اخبارك؟ الحمد لله يا كابتن مصطفى، اخبارك انت ايه؟ كل سنه وانت طيب، وكل سنه وطيب استاذ محمد رمضان اللي عمل طفره في قناه الصحه والجمال. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى، تحياتي ليك وتحياتي ان احنا مسهرينك معانا لحد دلوقتي. لا ربنا يخليك، انت شخصيه محترمه وعندك كاريزما وعندك حضور، بسم الله ما شاء الله. الله يخليك، تسلم. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى. ربنا يخليك. ربنا يخليك. اولا بشكر الكابتن محمد عطيه، وبشكر حضرتك على دعمك لمبادره موهبتك في دنيا الاحتراف. بشكر كل فريق عمل موهبتك، مرورا بزميلي العزيز صلاح ونيس، بكل فريق العمل، نور وتامر وعم ياقوت وعم جمال ورانيا ورشا ورحاب. بشكر زميلي العزيز سامح الورداني اللي بقى ليه مستقبل كبير في الاهرام الرياضي. انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. انت شخصيه محترمه يا استاذ محمد عطيه او استاذ محمد رمضان، بتقدم محتوى جميل. ما عندكش اهلي والزمالك بتتكلم صح، يعني كان في ناس معترض عليك كتير، شايف الكابتن محمود الخطيب او الكابتن محمود طاهر الاثنين شخصيات محترمه وقامه صح. كبيره كمؤسسه للنادي الاهلي صح. بمجرد الاستاذ محمود طاهر ان هو خسر الانتخابات ما سمعناش صوته وما سمعناش حد يتكلم عنه صح. خالص، لان هو ده دور النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي صح. انا مش هطول عليكم، عاوز ادي الفرصه لكل زمايلي ان هم يعملوا مداخلات مع حضرتك، وكل سنه وانت طيب. شكرا ليك شكرا مصطفى، وشكرا على الكلام الجميل. وشكرا على الكلام الجميل يا مصطفى. بصراحه يعني بكل روح رياضيه بيقولوا، يعني الناس كلها يعني بتتكلم بشكل واضح جدا جدا جدا. طبعا معانا صوره، لسه في صوره لغايه ما يجي المداخلات التليفونيه. ايه الصوره اللي بعديها يا استاذ سامح؟
طب نتكلم بقى يا استاذ لغايه ما يحضروا الصور. ماشي. انت شايف الدوري المصري ممكن يعود مره اخرى؟ انا قلت لك ان احنا شايفين هيكون نفس الطاقه اللي كانت موجوده فيه قبل ما لا اكيد هيبقى في تاثير او في خلل، ولكن خلينا نعتمد ان لعيبه الدوري المصري دي لعيبه محترفه، اكل عيشهم من الكوره، حياتهم كلها كوره. اذا ما كانش هو هيحافظ على وزنه وعلى لياقته وعلى فكره ومركز جدا ان هو مهما قعدت الازمه دي شهر شهرين ثلاثه اربعه، مهما قعدت هو اكل عيشه وحياته كلها مبنيه من لعب الكوره. فبالتالي اذا ما كانش محافظ على لياقته ومحافظ على فكره ومحافظ على ذهنه ومحافظ على كل شيء يخليه يقول يلا نبتدي هنبتدي، هو اللي بيخسر مش الفرق. فبالتالي انا عارف ان كل لاعب محافظ على نفسه من تمرينات حتى خفيفه من حاجات كتيره جدا، بحيث وقت ما النشاط يرجع يكون جاهز باذن الله. ولكن ممكن اقول حاجه، اتفضل. ممكن تكون لما نيجي نبدا المستوى هيتقارب ما بين الفرق والمستوى هيتقارب ما بين اللعيبه، لان اللعيبه مش هترجع بقوتها، فبالتالي اللعيبه اللي كانت رتمها عالي جدا هيقل شويه، اللعيبه اللي كانت رتمها متوسط ممكن مع الوقت ده فرصه جات لها انها تعلم من رتمها، ممكن تكون الفرق هتبقى متساويه شويه. طب في صوره استاذ سامح مجهزها لنا، ايه هي يا استاذ سامح؟ ها هي فين يا استاذ سامح؟ ها لا تجهز، مفاجاه مفاجاه على فكره. ها طيب لا يعني هنشوف ان شاء الله باذن الله دوري كويس. هو بص ولا خلينا في ناس بيقولوا هيتم الغاء الدوري ويكون في دوري جديد. ما اعتقدش هيتم الغاء الدوري، لان ده برضه ده اقتصاد، واقتصاد يعني متاثر يعني هياثر على الدوله بحالها. ده مشروع كبير ومشروع في نسبه عماله كبيره جدا، وفي نسبه ناس موظفينها كتيره جدا، في ناس كتيره جدا يعتبر ارقام مهوله اكل عيشها من الرياضه ومن الكوره. اكيد ده مش هيقاغ الحفاظ برضك على الخسائر، في خسائر في بعض المؤسسات وفي خسائر في بعض الانشطه وفي خسائر في بعض الحاجات، بس برضو اكيد مش كل ده هيروح كده. لا، في الناس اللي مسؤوله عن ملف الرياضه المصريه اكيد عارفه بتفكر ازاي، لان ده اقتصاد وفي اكل عيش ناس كتيره هي حياتهم كده، وخصوصا اللي بيلعب رياضه او بيلعب كوره ما بيبقاش معظمهم مش موجودين في نشاطات تانية بره، فبالتالي مش هيسيبوا الموضوع كده. اكيد اتمنى والله العوده مره اخرى. كان في بعض المبادرات بتقول اتمنى يكون اللعب في الجونه، في ناس بتقول يا ريت يكون في لعب في الجونه. مش شاغل، انا مش شاغل دماغي فعلا بالتفاصيل دي كلها لحد ما يصدر قرار. انا من النوع بتاع القرارات مش بتاع التوقعات. انا زي مثلا موضوع كابتن احمد فتحي لما اتكلمنا وانتوا سحبتوني لحته كلمه انا ما قلتهاش، انا لما اتكلمت عن كلام بيتقال او كلام بيضر، انا بستنى لما القرارات تطلع. بيبقى ليا رؤيه او ليا تحليل، لكن يعني مع لحد ما القرار يطلع ما بتكلمش عنه. باذن الله تعالى اتمنى يكون في عوده مره اخرى للكره المصريه. نرجع تاني للصوره الكبيره ونقول نجم. بص شيكابالا، اقول لك على حاجه، ممكن تكون الجماهير الزمالك هتستغرب من الكلام اللي انا هقوله، بالرغم ان الكابتن شيكابالا للحركة الغريبه اللي عملها في مباراه السوبر لعصبيته شويه مع جماهير الزمالك، بس جماهير الاهلي بتحبه اكيد. والله جماهير الاهلي بتحبه ليه؟ اكيد يعني. بتحبه. رغم ان رفع الجزمه لجماهير الاطرس وبتاع وعمل. ما هي ما انا لو دخلت في شخصيته انا هلوم عليه كتير، هلوم عليه كتير، لكن هو ككابتن نادي الزمالك في حاجات شخصيه فيه اصل لو هتكلم على حاجات شخصيه هم الجماهير انت مش مديني فرصه جامد. لو هتكلم في حاجات شخصيه ولا اجيب لك كابتن شريف عامر كابتن شريف فاروق لا يجي ينور بس شريف فاروق كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا. شيكابالا من امهر اللعيبه اللي جت في الدوري المصري، من امهر اللعيبه اللي عندها متعه ما بنشوفهاش، زي الكابتن ابو تريكه، زي الكابتن محمود الخطيب، زي الكابتن بركات، زي الكابتن كتير من المهريين، ونادرا زي الكابتن ايمن حفني كان موجود في نادي الزمالك. في اللي بيفهم كوره بيحب اللي بيمتعه كوره. كابتن شيكابالا من امهر اللعيبه اللي جت في الدوري المصري او جت في مصر، كان ينقصه حد كان يوجهه، كان ينقصه حد يظبط. وفي ناس بيقول شيكابالا زي ابو تريكه، الكلام ده صح؟ طب عشان اخلص الاجابه وبعد كده اخش في المقارنه. ماشي. كان ينقصه ان حد يديره فكريا او حد يوجهه، لان لو كان استغل موهبته بجد اللي هي الموهبه مش هتتكرر على مر العصور، كان زمانه يعني من افضل المحترفين ومن افضل اللعيبه اللي فادت منتخب مصر. لكن بيفكرني باللاعب ابراهيم سعيد، بس المقارنه هنا ظالمه برضو. كان فتره من الفترات مش عارف ياخد قرارات او قراراته فيها جزء من التسرع،
هي اللي وصلته لكده، ولكن سيظل شيكابالا كابتن نادي الزمالك رمز من رموز نادي الزمالك، سيظل من أمهر اللعيبة اللي جت على تاريخ الكرة المصرية، مهارته بتمتع الأهلي وبتمتع الزمالك، وربنا يوفقه في اللي جاي، ومبروك على البطولتين اللي شالهم لأول مرة الفترة اللي فاتت. معانا مكالمة تليفونية نقول ألو مهندس محمد حلاوة. مساء الجمال يا باشمهندس. أهلا وسهلا محمد، إزي حضرتك؟ أخبار معاك إيه يا فندم؟ تمام الحمد لله، كل سنة وحضرتك بخير والأمة الإسلامية بخير. ربنا يخليك. إيه رأيك بخصوص الحلقة النهاردة وأنت متابع، وفي نفس الوقت أنت شايف صورة وتعليق؟ والله حلقة جميلة، أنا شايف أنت جايب النجم شيكابالا مع حضرتك، وإحنا كزملكاوية طبعاً كنا نتمنى، وكان قبليها طبعاً رمضان صبحي، وكان قبليها طبعاً محمود الخطيب ومحمود طاهر وسيادة المستشار معتضد منصور. شفت، بس أنا أتكلم على اللي موجود في الصورة دلوقتي. أيوة. نجم مصر الكابتن شيكابالا. تمام. طبعاً إحنا كزملكاوية كنا نتمنى إن مصر ما تمرش بالأحداث اللي بتحصل في العالم دلوقتي، عشان الدوري يكتمل، عشان مصر تتناه بخير وتتناه محفوظة إن شاء الله، وهي محفوظة إن شاء الله. كنا نتمنى إن إحنا نكمل بطولة الدوري، عشان كان الزمالك جاي فعلاً بطريقة كويسة وحصل على بطولتين في خلال أسبوع، فكنا نتمنى إن شاء الله نكمل، وربنا يزيح عننا الغمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أنت شايف إن في مقارنة بين أهلي وزمالك، والناس بتتكلم أهلي وزمالك، وأنا كنت محايد، والأستاذ محمد رمضان أيضا بيتكلم بخصوص اللي كان في مداخلة تليفونية مع أحد الناس الكوادر في نادي الزمالك، والأستاذ محمد رمضان من أحد الكوادر والمتحدث الرسمي ومتحدث الإعلام. لا 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 حاجة لا لا ما ينفعش، ما ينفعش. لا لا أنا على فكرة أستاذ محمد رمضان راجل أهلاوي، بس أنا أهلاوي بس مشجع، أنا ما ينفعش تقول كده. أيوة طبعا ما ينفعش، أنا أصلا مش عضو. لا لا مش قصدي مش عضو، أنا قصدي من الناحية الشعبية. لا لا برضه ما ينفعش أكون متحدث بحاجة بخص النادي الأهلي. أنا بتكلم، أنتوا زنقتوني في حتة إن أنا في النادي الأهلي، أنا راجل أهلاوي بتكلم كمشجع أهلاوي وماليش علاقة بأحد. دي حاجة طبعا تحترم طبعا، بس مش أكتر، لكن ما تحطنيش في الحته دي أنا ولا ينفع تحط فيها. على فكره جمهور مصر الزمالكاوي هم اللي قايله كده والله. لا يعني ما ينفعش، ما هو لو ولادك الشتات اشات اصلا يعني الشات شغال والله. ما ينفعش يتقال ان انا بتكلم بحاجه تخص النادي الاهلي. لا، في خلاص النادي الاهلي عنده مؤسسته، عنده المتحدثين، وعنده اللي بيتكلموا باسمه، وعنده اللي بيحضروا باسمه. انت انا جاي حاضر هنا، او انت خليتني احضر معاك هنا، اكيد طبعا ده شرف ليا كبير طبعا، ده برنامجك اصلا والله. الله يخليك مشجع، ولكن على فكره انت مطلوب، على مطلوب على كل الزملكاويه والله. على راسي، على راسي تحت امر اي حد، بس ما ينفعش، ما ينفعش تقول متحدث معاك. مثلنا على الكابتن محمد. الله يخليك، تحياتي ليك. احنا في الاول كلنا مصريين وكلنا ايد واحده طبعا طبعا طبعا، ومفيش بقى اهلي وزمالك، في مصريين، وده اللي انا بقوله والله، ويد واحدة، وإن شاء الله نرجع زي الأول وأحسن إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى يكون فيش عصب ولا يكون في مشاكل. لا مفيش عصبية، وهنا هنا يعني. هنا دورنا إحنا فعلا، الأهلي أهلي، الزمالك زمالك، كل واحد في حاله، ولكن إحنا كمشجعين ملناش علاقة، ما نتعصبش وما نمشيش ورا أي شيء. العصبية مش حلوة. كنا بنشوف كرة جميلة في التسعينات، أنا لأن دي أول بدايتي بالكرة كانت في أول التسعينات، كنت بشوف ما فيش التعصب ده، كنت بشوف اللعيبة الأهلي والزمالك بيخشوا الملعب، لعيب من الاهلي مسك لاعب لايد لعيب من الزمالك، وبيروحوا يحيوا الجمهورين مع بعض، يعني بتبقى المباريات جميله، ما فيش اي دوشه ولا في العصبيه دي، ولكن تكون السوشيال ميديا هي اللي مأثره على الموضوع شويه. طبعا شكرا يا باشمهندس على مداخلتك الجميله الرائعه. في صور طبعا في صوره عبد الله السعيد لو جاهزه، عشان بقى خلاص احنا هنبتدي نختم الحلقه بعد اذنك. لغين عبد الله السعيد يكون جاهز، اتمنى عبد الله السعيد اهيت صوره وتعليق سريع. صوره وتعليق للكابتن عبد الله السعيد. بص كابتن عبد الله السعيد من امهر اللعيبه اللي جت في الدوري المصري، ان كان في منتخب مصر او كان في النادي الاهلي او حاليا في بيراميدز، هو كابتن نادي بيراميدز وشايل فرقه بيراميدز، وهو العقل المفكر للفرقه في الملعب. النادي الاهلي بعد هو ما مشي اتاثر بيه جدا، عوضه بصعوبه، ممكن يكون تغيير التكتيك هو اللي خلى الاهلي يعوض عبد الله السعيد، لكن الاهلي لو كان كمل بنفس التكتيك اللي كان بيلعب بيه كان هيفضل متاثر، لان ما كانش في حد يعوض غياب عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لاعب مؤثر في منتخب مصر، خلاص فاضل له سنين بسيطه، سنه او سنتين وتقريبا هيعتزل، اتمنى يكمل اكتر من كده، لكن انا بتكلم في حته ثانيه، اتمنى من اللي بيدير الكره في مصر واللي يشوف الكره في مصر مين اللي هيحل مكان عبد الله السعيد في منتخب مصر. اكيد طبعا. قول كلمه كابتن مصر وانت حبيبك طبعا وروح قلبك كابتن محمد ابو تريكه. بص كابتن محمد ابو تريكه، انا بحبه كلاعب،
بحبه كلاعب، لاعب متعنا كتير، لاعب خلانا الحين بس الصوره تجهز. بص كابتن محمد ابو تريكه فرحنا بسببه كتير، اهدافه كانت مؤثره. انا كنت بتحبه بحبه كلاعب طبعا. طبعا اكيد طبعا بحبه كلاعب. عنده انجازات كتير لمصر. بحبه كلاعب، لاعب برضو من اللعيبه اللي نادرا تتكرر في مصر. والله لا لا، لاعب محبوب، لاعب فرحنا كتير، لاعب شفنا على رجله بطولات كتير. ما انساش الجون في الصفاقسي في الدقيقه 94، ما انساش جونه في الكاميرون، ما انساش جونه في الزمالك 2-2 في نهائي الكاس 4-3 كان في الدقيقه في الوقت بدل الضايع، ما انساش ضربه حرق دمنا كتير قوي، ما انساش ضربه الجزاء في 2006، ما انساش في بطوله مصر. تاريخ طبعا كابتن ابو تريكه كلاعب عنده فكر، عنده مهاره، كانت لمسته معروفه من اللعيبه اللي اذا ما كانش هيجيب هدف مؤثر كان بيعمل اسيست مؤثر. على بدايه 2005 لما جه النادي الاهلي بدا تاريخ جديد يتكتب للنادي الاهلي ويتكتب لمنتخب مصر من مجرد ما كابتن ابو تريكه انتقل للنادي الاهلي. طبعا كان في لعيبه كتير جنبيه، كابتن عماد متعب، كابتن بركات، كابتن فيلافيو في النادي الاهلي، وكان في المنتخب مصر كان شوقي وبركات ومتعب، وكان جيل قوي جدا. سيطرنا على الـ على الـ على البطولات الافريقيه 2006 و2008، ما كانش هو بيلعب في 2010 عشان كان ساعتها مصاب، لكن الجيل ده كان جيل قوي جدا. في النادي الاهلي خدنا بطوله 2006 وخدنا ورحنا خدنا برونزيه كاس العالم للانديه، وهو خد هداف ساعتها البطوله، وحتى الان برضو محسوب له ان هو اكتر لاعب شارك في تقريبا، مش فاكر هو او الكابتن وائل جمعه، واخدين اكتر لاعب شارك في مباريات في كاس العالم للانديه. انا مش عارف اقول لك ايه يا استاذ محمد، اوعى تكون زعلان مننا. لا خالص مش زعلان، بالعكس. ولو في اي اسئله ثانيه انا معاك. بالعكس، احنا والله برنامجنا بشكل كبير هو برنامجك قبل كل شيء، عشان بس حبيبي تسلم، تكون عارفه كويس جدا البرنامج دون الاحتراف تحت ايد الاستاذ محمد رمضان. لا احنا كنا كل الدعم ليه، ده برنامج احنا بنحاول ايه، هو حاولوا يستفزوني وكانوا بيشوفوا انا عارف انا استفزوا. لا خالص، على فكره عشان بس توضيح للناس، الاستاذ محمد رمضان كان بيمسك اي واحد زملكاوي كان بيعصره. احنا عشان كده كنت مصمم النهارده اجيب شريف فاروق النهارده علاوه واجيب صوره ولقطه كده جميله جدا. لا خالص، انا مش من النوع اللي بتعصب ومش من النوع اللي بتنرفز. لا كلمني بالمنطق. ولكن انت عصرت بعض الناس الزملكاويه يا كابتن محمد. لا والله ما عصرتش، كلمني بالمنطق اكلمك بالمنطق، كلمني بالارقام اكلمك بالارقام، كلمني عن التاريخ اكلمك عن التاريخ، لان اللي ما عندوش ارقام وما عندوش منطق وما عندوش تاريخ او عنده خلل في اي حاجه من الثلاثه دول، لا يبقى في حاجه غلط عنده. أكيد. تعالى كلمني بمنطق، تعالى كلمني بارقام، تعالى كلمني بتاريخ، وما عنديش قد مشكله خالص. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، يعني انا سعيد جدا باللقاء. طبعا احنا عارف اقول لكم ايه بصراحه، كان وقت ساعه، لكن استاذ محمد رمضان النهارده مد الوقت عشان تبدا الحلقه، وفي نفس الوقت اللقاء اللي كان ممتع يعتبر مشوق بجد. انا سعيد جدا اولا ده برنامجه، ثانيا انا سعيد جدا بالاستاذ محمد رمضان، واتمنى استاذ محمد رمضان تقول كلمه لكل مشاهدينا وكل اللي بيشوف برنامج دون الاحتراف وكل مشاهدينا اللي بيشوف صحه وجمال. بص تحياتي لكل المشاهدين، صحوناكم شويه معلش. انا واخد مبدا من الاول، من ساعه ما بدات اقدم برامج كوره، وممكن انا كنت بقدم برامج اجتماعيه قبل كده، ان كانت من 7-9 او رمضان يجمعنا والحاجات دي كلها ما كانتش ليها علاقه بالكوره. بس اتفاجئت لما دخلت في مجال الرياضه، انا راجل مشجع اهلاوي، لعبت كوره فتره من الفترات، كوير بمعنى الاصح، ليا نظره في التحليل في الحاجات دي كلها. بس لما جيت اقدم برنامج كوره كنت مفكر لما اقول من الطبيعي ان انا اهلاوي عادي، دي ده رايي شخصي، وانا اهلاوي او زملكاوي مش هيفرق. لكن مع مرور الوقت لقيت نفسي بتزنق كل مره، حد بيزنقني في حته انت اهلاوي انت اهلاوي انت اهلاوي انت اهلاوي، لقيت نفسي داخل بالرغم ان الموضوع كله من الاساس انا ملوش علاقه ان كنت اهلاوي او زملكاوي ان انا اخد اتجاه وحارب عليه ضد الاتجاه الثاني. لا خالص، احنا بكل روح رياضيه، ما فيش ادنى مشكله خالص تبقى اهلاوي تبقى زملكاوي تبقى بتشجع اي فرقه في مصر، ان كانت جماهيريه او غير جماهيريه، زي نادي الاتحاد، نادي المصري، نادي الاسماعيلي، نادي الشرقيه، نادي اسوان. نوادي كتيره جدا ليها شعبيه وليها جماهيريه، واتمنى النوادي اللي نزلت درجات تانية ليها جماهيريه تكون موجوده، لان الكوره للجماهير. بلاش تعصب، بلاش تقول لي انت اهلاوي، بلاش اقول لك انت زملكاوي، بلاش تخش معايا في 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 مناظره لا اصل انت بتشجع النادي الفلاني، اصل انت بتشجع معرفش بايه، اصل احنا التالتة شمال، لا ده التالتة يمين. لا خليك صح. من حقك تشجع النادي اللي انت بتشجعه، من حق اللي قدامك يشجع النادي اللي انت بتشجعه،
دي رياضة، والرياضة أول عمود من أعمدتها الأخلاق، وأول عمود أو تاني عمود من أعمدتها إن أنا أقول لك مبروك الفوز وإنت تقول لي هارد لك الهزيمة والعكس. يا ريت بلاش تعصب، يا ريت بلاش ناخد الموضوع طالما أنت مش معايا تبقى ضدي، لا ده الموضوع ده كله منهي. أنا بشجع النادي الأهلي كمشجع، ولكن كل التحية لنادي الزمالك، كل التحية للعيبة نادي الزمالك، كل التحية لمجلس إدارة نادي الزمالك، وبرضه كل التحية لكل الفرق الجماهيرية في مصر. يا ريت بلاش تعصب ده، ويا ريت لما ما تحسبونيش أنا على النادي الأهلي، أنا مشجع للنادي الأهلي مش أكتر ولا أقل. ممكن تكون أخطأت، مش عارف، أنا عمال أعيد حساباتي هل أنا أخطأت إن قلت إن أنا أهلاوي أو ما أخطأتش، ما أعرفش، ولكن ما تزنقونيش في الحتة دي قوي. أنا بتكلم من وجهة نظري كمشجع وبقولها. تضيف النهاردة على فكرة، أرد على الكابتن محمد عطية بيقول أنت ما أعرفش عصرت بعض الناس الزملكاوية. لا والله ما عصرتش ولا حاجة، بقول لك تعالى مع بعض الجروبات اللي قالها كده، يعني بعض الجروبات الزملكاوية قايلين مش عارف، أنا ما شفتش ده. لا أنا بتكلمت بأرقام واتكلمت هقول بعض الجروبات، ما ينفعش أقول بعض اسماء جروبات اللي قالوا يعني حاول تخش، لكن تعالى كلمني بالمنطق تعالى. وعلى فكرة لو جيت في مرة بتكلم أنا كراجل محب للنادي الزمالك مش كمشجع لنادي الزمالك، هتكلم عن نادي الزمالك لتاريخه وعلى بطولاته وعلى اسمائه وعلى رموزه. في رموز كبيره في النادي الزمالك، كابتن حسن شحاته رمز، كابتن اشرف قاسم رمز، كابتن حازم امام الكبير رمز من الرموز، كابتن عبد الحليم علي رمز، كابتن عبد الحميد بسيوني رمز، كابتن عبد الواحد السيد رمز. في رموز كتيره جدا من نادي الزمالك لا ننكرها، لكن هو من حقه يكون زملكاوي، من حق واحد تاني يكون اهلاوي. يا ريت ما ندخلش الحته اهلي وزمالك، دي نصيحة. النصيحة التانية، لأن لاحظت في الحلقة بتاعت النهاردة بنخش في فرعيات، يا ريت ما نخشش في فرعيات، نتكلم في الكرة العريضة. لا بتكلم بجد، أنت أي لاعب لينا أو أي شخص لينا بمجرد ما بتشوفه في صورة بتيجي ذهنيا على طول، أنا بشوفه إزاي، بحب فيه إيه. بعيدا بقى بلاقي الدنيا بتخش اصل هو عمل اصل هو سوى، ما يخصناش. الراجل ده انا شايفه رئيس نادي الزمالك، الراجل ده شايفه رئيس النادي الاهلي، ده ليه قيمته وده ليه قيمته، اللاعب ده ليه قيمته وليه مجهوده، اللاعب ده ليه قيمته وليه مجهوده. نبعد عن ان هو اهلاوي ان هو زملكاوي، ما احطش المقارنه لان المقارنات هنا هتبقى ظالمه. وتحياتي ليكم، انا اسف ان احنا سهرناكم، ولكن تفضيحا بس يا جماعه عشان محمد رمضان حبيبي برضك، والله مش قصدي حاجه خالص، احنا قصدنا كله ان احنا كنا بنتكلم النهارده ونطلع مش هتقلقش ما استفزش ما تقلقش حبيبي رمضان ده حبيبي. انت صاحب برنامج اصلا وصاحب شركه كبير. طبعا انا بشكر كل ضيوفنا الاعزاء، نطلع طبعا هنشوف تقرير بسيط جدا 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 مع ختام، ونقول لكم تصبحوا على خير، نلتقي على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشكرا للاستاذ احمد محفوظ، وشكرا للكابتن محمود درويش، وشوف التتر ونشوف حاجه لضيوفنا الاعزاء. شكرا كابتن محمود عفيفي ان انت كنت متابعني، وتحياتي ليك لان دايما بشوف منك كل الدعم. شكرا طبعا، ونشوف ابرز الضيوف لبرنامج دنيا الاحتراف، نقول لكم تصبحوا على خير، وشكرا فريق العمل 1